مرحبا بالضيوف الكرام، معكم توست ماستر طلال سالم. سأقوم بدور أمين المراسم لهذا الاجتماع الأول لنادي إيزي كوتش. ولنبدأ اليوم، وددت أن أطرح بعض التعليمات التي تزيد اجتماعنا ألقا وتفردا. على مسامعكم، الرجاء من الجميع وضع ناقل الصوت على الصامت حتى لا يتم التشويش على الجميع. يرجى من كل من يتولى المنصة الإلكترونية عدم الخوض في أمور لها علاقة بالدين أو سياسة والتلفظ بما يسيء الأدب. في حال وددتم بالمشاركة يرجى رفع إشارة raise hand الموجودة في أسفل الشاشة كعلامة شخصين، يمكنكم المراسلة في صندوق الدردشة هذه على حسب النادي. ويرجى العلم أن الاجتماع سيرفع على قناة اليوتيوب الخاصة بالنادي، ويرجى العلم أننا سنضع على صندوق الدردشة العامة حساب النادي لمن يود الانضمام لنا، ومرحبا بكم جميعا. الآن نقرأ معا رسالة أندية التوست ماستر. رسالة النادي هي: تسعى أندية التوست ماسترز لتوفير البيئة الإيجابية والمساعدة على التعلم، حيث تتوفر الفرصة لكل من أعضاء النادي لتطوير مهارات التواصل والمهارات القيادية لديهم، مما يؤدي إلى رفع درجة ثقتهم بأنفسهم ونموهم الشخصي. الآن أسلم المنصة إلى رئيس النادي وأبارك لهم ولكم ولنا هذه الانطلاقة الرائعة بروح جديدة وإلى الأمام. الأستاذة نعيمة كلش لفتح النادي. شكرا لك تي ام طلال سالم على هذه المقدمة الأكثر من رائعة. شكرا لك كمان لتقلدك هذا الدور لأول مرة، فلك منا ومن اللجنة التنفيذية جميع التحايا والتهاني والتبريكات. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بداية برحب فيكم جميعا بافتتاح وانطلاقة نادي إيزي كوتشنج. بتمنى لكم رحلة سعيدة معنا بهذا اليوم، رح يكون كتير في عنا أشياء حلوة وبرامج حلوة وعريف متميز جدا. قبل هيك حابة أشكر فريق المساعدة، بداية من مدير منطقة 26 منى القناعي، ومدير العلاقات العامة لمنطقة 26 و24 طارق القاضي، وأيضا مدير وإن شاء الله رئيس نادي إيزي جافل قريبا ميرزا حوراء ميرزا. لكم مني كل التحايا على المبادرة في مساعدتي في إنجاح هذا الاجتماع. أهلا وسهلا بكم جميعا. أعلن رسميا الافتتاح الأول لنادي إيزي كوتشنج. دعوني أشارككم اليوم قصة حلم لشاب طموح. في طفولته أدرك أنه أقل حالا من أصدقائه، فكبر وحيدا. كان صديق الورقة والقلم، فلم يستطع تحمل ثقل كلماته أحد، ولم يجد من يستمع لتلعثم حروفه ويصبر على إكمال جملة ينتهي بها الجميع في ثوان معدودة. تعرض للتنمر، ظل يصادق القلم والكتاب إلى أن تفوق بكل المراحل الدراسية في الامتحانات الكتابية، ولكن كبر خجله إلى أن ابتعد عن الجمهور والأصدقاء، مع أنه نشأ في كنف والدين يعملان في السلك التعليمي وكذلك أقاربه. اتجه للرياضة وتحديداً لألعاب القوى، وصنع لنفسه اسماً يذكر، ودخل بتحديات كبيرة مع نفسه أولاً ثم أمام الجميع، فتغلب على صعوبات النطق بعد التخرج من الثانوية بصعوبة بالغة. بعدها ابتدأ رحلته، درس، خطط، فكر ونفذ، ودخل عالم التدريب، ثم قرر أن يكون له اسم في عالم الخطابة والتواصل والقيادة يوازي اسمه بالرياضة، بل أنه كلما تذكر صعوبات سنوات عدة قضاها في التأتأة ازداد حماساً بأن ينشئ قاعدة ليساعد بها الناس على استعادة الثقة بأنفسهم في الارتجال ومواجهة الجمهور الذي كان يخشاه. فكان
نعم السند لكل من يود أن يطور نفسه. هو الرجل الذي يتميز أينما حل، فمنذ أول يوم لدخوله عالم التوست ماستر شده ذلك العالم، وقرر أن تكون له بصمة خاصة فريدة من نوعها. لذلك هو اليوم معنا المرشد بفنون الخطابة والحركة على المنصة، وإنه الباحث الأكاديمي الذي يفخر بهذا اللقب جداً، والذي أفخر أنني أحد أنه أحد مرشدي الأفاضل للوصول لمحطة الديتاك. عندما فكر بإنشاء فكرة النادي تحمست جداً حقيقة لهذه الفكرة، ووجدت أن العامل الذي جمع أعضاء هذا النادي تحديداً هو ما كنت أبحث عنه منذ زمن: تميز وجودة، علو في الهمة، ومسؤولية مجتمعية عالية، فضلاً عن الجودة والتطوع في نقل المعلومة للمجتمع. جمعتنا أهدافنا النبيلة لخدمة المجتمع الذي هو أساس التوست ماستر، وقد أنشأنا هذا النادي لخدمة المجتمع وتطويره ووصول كل منا إلى النموذج الأفضل. أما عن رؤيتنا فهي تجميع أجود وأكفأ الأشخاص الذين سيسعون لتقديم أفضل ما لديهم لكل من سيحضر اجتماعاتنا وورشنا القادمة. وقد حرصنا في هذا النادي على دمج التوست ماستر مع التدريب والكوتشنج، لأننا نؤمن أن التوست ماستر ليس مجرد تأدية خطب وكسر جليد وكسب الثقة بالنفس فحسب، بل إنه منظومة حياة وأسلوب حياة متكامل. فمن يظن أن التوست ماستر مجرد شهادات للوصول لدرجات فهو مخطئ. إن ما ستتعلمه هنا في بيئة التوست ماستر وما سيعود عليك خارجه أكثر بكثير من مجرد شهادات. في هذا العالم، عالم بحر التوست ماستر، ستغوص وتكتشف نفسك مع كل تجربة تخوضها بنفسك. إنه التعلم بالتطور، بالممارسة والتجربة والخطأ والتطبيق. هنا سيصفق لك الجميع، سيدعمك الجميع حتى تصل إلى ما وصل إليه المبدعون قبلك. هنا البيئة الإيجابية المحفزة التي ستجد بها الاحترام والتعلم والتطور. إن لم تتطور شخصيتك إلى الآن، فاعلم عزيزي أنك تمارس التوست ماستر فقط للحصول على ألقاب أو مسميات. وإن كنت كذلك فاسمح لي أن أقول لك إنك تضيع وقتك هباء. هنا أجمل ساعتين نقضيهما لنستمتع بجو من التعليم. لذلك نصيحتي لكم اليوم: استمتع بأدائك للخطبة، استمتع بأدوارك جميعا، استمتع وأنت تقود الفريق، استمتع وأنت ترشد وترشد. واليوم أنا معكم نعيمة كلش، أدعوكم لقضاء وقت ممتع معنا بجو من التعليم. لذلك أسلم المنصة الإلكترونية لذلك الشاب الطموح مؤسس النادي DTM محمد دشتي، رحبوا معي فيه. إليك ناقل الصوت. شكراً لك نعيمة على هذه الكلمات. أمانة يعني ما أدري شنو أقول لك. تصدقين نعيمة، يمكن أنا دخلت هذا العالم واحتفلت بسنويتي الثانية فيها لأول مرة أتذكر تلعثمي في صغري بعد هذه الخطبة اللي أنت قلتيها، وهذا الكلام جد وحقيقة. هذه يعني يا نعيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. اليوم وتحديدا بهذا اليوم، تحديدا بهذه السنة، تحديدا بهذا الوقت، انطلق هذا النادي اللي أنا أقدر أسميه وبعد إذن الجميع من رؤساء وأصحاب ومؤسسي أندية النادي المبارك، لأنه جد تأسس في يوم مبارك وبشخصيات مباركة وبخطاب. أمانة أنا أفخر فعليا أني أنا أعمل تحت مظلة هذه الرئيسة. خطابك اليوم يا نعيمة يدرس، خطابك اليوم
أحمد رب العالمين أني أنا عملت لتسجيل، لأن جد فيه كلمات تحفيزية يعني لا تدرس والله في الجامعات. ما بي الناس تقول أن قاعد أعظم برئيس النادي أو بما قاله رئيس النادي أمانة، بس أنا حاب أقول شكرا لوجودكم جميعا، شكرا لوجود المؤسسين معنا، شكرا لكل شخص وثق برئيس النادي، باللجنة المؤسسة، بكل حجر أساس وضع في هذا النادي. هذا النادي وضع بعد تجارب ناجحة وليست فاشلة. ما في أي تجربة فاشلة تمر في حياتنا، كل تجربة موجودة في حياتنا هي تجربة نجاح. كل شخص يسمي تجربة في حياته فاشلة، اسمحوا لي، فهذا هو الفشل. إنما كل تجربة موجودة في حياتنا هي تجربة نجاح. اليوم احنا وصلنا الى مرحلة من مراحل النجاح، راح نوصل الى مستويات اعلى، ما راح نوقف في هذا المكان. لما اي يقول، والمقولة اللي انا عكستها في عالم التوست ماستر واللي قالها مؤسس التوست ماستر، قال نحن نتعلم بجو من المتعة، لا والله، هو كان يقصد شيء اخر. ما بين السطور يمكن ما عرفناه الا بهذا الوقت. نحن نتمتع بجو من التعليم يا اسمتلي، نحن نتمتع بجو من التعليم يا اعضاء التوست ماستر، ولا نستمتع بجو من التعلم، لا والله. فالتمتع ياتي بشيء نحبه، فان سبقنا التمتع فنحن فعلا تعلمنا خطا بان احنا ناتي للمكان فقط لنستمتع، انما نحن نستمتع بجو من التعليم. شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم، شكرا لتواجدكم اليوم، شكرا لكل شخص موجود. انتم قامات، انتم هامات موجوده، موجودين معنا، وتجمعتوا وجمعتوا لكي تضيفوا الكثير. فشكرا لهذا التطوع في التعليم. انتم خير من سوف يعلم، لاننا يجب ان نتعلم لكي نعلم. ثقوا بهذه الكلمة، نحن لا نعلم فقط، نحن لسنا معلمين فقط. شكرا لك رئيس النادي، وشكرا للجميع على استماعكم لنا. في النهاية أحب أعرفكم عن نفسي، وليس في البداية، معكم محمد فقط لا غير. عودي لك رئيس النادي. يعطيك العافية كتير محمد دشتي. والآن تنقل المنصة لأعضاء النادي للتعريف عن أنفسهم. بداية عبد الله حمدان، عرفنا عن حالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا رئيس النادي توست ماستر نعيمة، وكذلك مؤسس النادي ومرشده دي تي ام محمد دشتي. فخور جدا بوجودي في هذا النادي، أخوكم عبد الله حمدان رئيس القسم دي في القطاع 116، سابقا كنت رئيس شؤون الأندية العربية في ذات القطاع 116، مهندس كيميائي، مخرج ومنتج إذاعي، ومدير التدريب والتطوير بمركز الدامة للتدريب في قطر. عودة إليك رئيس. شكرا لك عبد الله. منصة إلى لينا كمال. لينا كمال، عارفين عن حالك. شكرا لك يا أجمل رئيس نادي في الدنيا، شكرا دي تي أم محمد، فخورا أن أنا معاكم، دكتور سلطان، جميع المؤسسين. أنا اسمي لينا كمال، بشتغل لايف كوتش، وحاليا أنا في بريطانيا علشان أحصل على شهادة الماجستير بتاعي. أنا ACC Associate Certified Coach. الكوتشنج هو من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها وشغوفة بيها، لأني بحب أتعاطف مع الآخرين وأقويهم من غير ما أتعدى عليهم أو أنصحهم. شكرا إليك المنصة. شكرا لك تي ام لينا. أستاذة دي تي ام عايشة الناجم، ممكن تعرفين عن حالك؟ حياك الرحمن. بداية أبارك لنفسي انضمامي بين كوكبة التميز وقامات وخامات مثلكم، فريدة من نوعها في التوست ماسترز. والشكر موصول لمؤسس النادي ورئاسة النادي محمد دشتي والأستاذة نعيمة. معك عايشة الناجم، مدربة وكاتبة، ناشطة اجتماعية، صدر لي كتيب أنت أقوى مما تظن، وعدة مقالات في صحف متنوعة، خبرة 6 سنوات في التدريب والتعليم، صدر لي كتيب أنت أقوى مما تظن مثل ما أنا ذكرت،
وبإذن الله اليوم كل حماس لهذه الانطلاقة المتميزة والفريدة من نوعها على مستوى أندية التوست ماسترز. الشكر لك. مرحب بك. شكرا لك. أستاذ طلال سالم، ممكن تفتح المايك تعرفنا عن حالك؟ طلال سالم كاتب وشاعر، ولدي اهتمام بتطوير نفسي لكي يتأثر الآخرون بما أحاول من تقديمه عن صورة مختلفة جدا عني، فأنا أتطور كل يوم ليتطور هذا العالم ببساطة. شكرا لكم. يعطيك العافية. شكرا لك. تي أم حليمة العكاسي، ممكن تعرفين عن حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أنضم إلى هذه الكوكبة الجميلة والمتميزة من أعضاء التوست ماستر. معكم حليمة العكاسي من المملكة العربية السعودية. أنا مديرة شؤون الموظفين بشركة النمران، بكالوريوس إدارة أعمال، كاتبة صحفية وناشطة، مساهمة في أندية التوست ماستر في المملكة العربية السعودية. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك. أرين الشمراني، هل أنت متواجدة؟ أهلا وسهلا بالجميع. مساء برائحة العود يفوح من منصة الإبداع والتألق. أولا الشكر موصول لمؤسس النادي ورئيسة النادي. معكم توست ماستر إيرين الشمراني، شاعرة وكاتبة، أحب تكوين العلاقات الاجتماعية، طالبة بجامعة أم القرى قسم إعلام شؤون التعليمية لنادي الرؤية، وفخورة كوني عضوة في هذا النادي المميز. شعاري بالحياة سأزهر أينما زرعني الله. إليك المنصة. حبيبتي يعطيك العافية. توست ماستر موزة، هل أنت معنا؟ توست ماستر شيرين المنصوري، متواجدة؟ إذن أنقل الآن المنصة للرئيس الفخري وفخر الرئاسة وهو والدي الروحي الذي اعتز جدا 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 بقبول يعني رئاسته الفخرية لنا في هذا النادي. مرجعنا هو الدكتور سلطان الحريري. إليك ناقل الصوت، عرفنا عن حالك وعرفنا عن دورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أبو علي أعطيني الشير لو سمحت، الإذن بالشير. لك كل الإذن في كل وقت. الله يكرمك وبارك فيك. تسلم يا حبيبي. كأنه ما وصلني الآن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحياة ليست بحثا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات. أسعد الله أوقاتكم جميعا. معكم الدكتور سلطان الحريري، ناقد وأديب وكبير مدربين في الISTD. وأنا في التوست ماستر عضو قديم جديد، ولكنني أتجدد في كل يوم بكم. دوري لهذا اليوم بحول الله تعالى دور عريف الاجتماع، وأدعو الله تعالى أن أكون موفقا في هذا الدور. إن الزعم بأن طموحات الإنسان وأخلاقه أكبر من قدراته إنما هو وهم، فغالبا ما يكون الطموح أعظم من جرأة صاحبه وأكثر من إرادة الفعل لديه. السيد رئيس النادي، السادة والسيدات الأعضاء، الضيوف الكرام، تحية من الله إليكم. أبدأ قال الزمخشري سهل. يصعد ماء البحر المالح إلى السماء بخارا، فيكون غماما ثم يعود إلى الأرض غيثا عذبا نقيا، ونحن أردنا أن نصعد بما نملك عاليا لنرى كيف سيكون المردود. من أجل هذا كان هذا النادي. عندما يغلق باب يفتح باب آخر،
لكننا ننظر لفترة طويلة بندم إلى الباب المغلق ولا نرى الباب المفتوح. من أجل النظر إلى الباب المفتوح كان هذا النادي. رائع أن تصمت في مكان تضج فيه الأصوات، والأروع أن يكون صمتك حكمة. من أجل الصمت الحكيم كان هذا النادي. شيء رهيب أن تدفن الآمال في مقابر الذات. من أجل إحياء الآمال كان هذا النادي. لا تمشي أبداً على الطريق المرسوم، لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. من أجل تعبيد طريق خاص بنا كان هذا النادي. قال الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدارة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي؟ لتمثل هذه المعاني السامية كان هذا النادي. حياتي لكم جميعا مرة أخرى، عودا حميدا بحول الله تعالى. قرار قيمتنا ألا نكون مجرد أرقام، ونحن هنا نكون نحن التي تتكون من معي أنا وأنت وهي وهم وهن. من أجل هذا كنا في هذا النادي مع ثلة من المبدعين ومع ثلة من الرائعين من ضيوفنا الكرام. سيكون معي لأداء دوري فريق عمل يتكون من اثنين من توست ماستريين. الأول تي ام حليمة العكاسي بدور الميقاتي، أرجو أن تتفضل بشرح دورها تكرما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حليمة العكاسي. يسعدني اليوم أن أكون المؤقت لهذا الاجتماع الرائع. وبداية هناك تتلخص مهمتي فيما يلي: التأكد من التزام المتحدثين بالوقت المقرر بمساعدة أداة التوقيت. هناك ثلاث تنبيهات: الأول اللون الأخضر، يعني مرور الحد الأدنى للوقت المسموح به. الثاني اللون البرتقالي، يعني مرور الوقت الفعلي. واللون الأحمر والأخير يعني مرور الحد الأعلى. شكرا لكم. شكرا للتي ام حليمة العكاسي، تحياتي لك. أيضا تحياتي للتي ام عبد الله حمدان الذي سيقوم بدور المقوم العام، فليتفضل بشرح دوره. شكرا جزيلا سلطان. دور المقيم العام في هذا الاجتماع ليس كأي اجتماع، فعلي أن أقيم أساتذتي وهذا ما لا يكون أبدا، ولكني سأعمل جاهدا أن أقيم الاجتماع كما نفعل دائما، نقيم الاجتماع بشكل كامل، أن أقيم أصحاب الأدوار وأداء أدوارهم، وكذلك أن أبرز لكم جمال ما سيتحدثون عنه، وكل حديثهم جمال. إليك دكتور سلطان. أعانك الله يا عبد الله حقيقة على هذا الدور، لأنه دور مختلف تماما عن الأدوار السابقة في كل نوادي التوست ماستر، لأن نادينا يختلف نهجه ورؤاه وطريقة عرضه. الآن فحيهلة إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حادي الشوق فطوي المراحل، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن العزم يكفيك حاملا. تي ام هذه الإنسانة الرائعة التي دائما تقول أنا يعني خاطبوني بلينا، مش هيك يا لينا؟
فقط بلين هنا هي كوتش معتمد من سي اف رائدة في هذا المجال ونحن نفخر بها بيننا في هذا النادي. ورشة حب الذات لينا كمال، لينا كمال ورشة حب الذات، رحبوا معي بأختنا الكريمة والمايك لك. طبعا لديك 45 دقيقة لهذه الورشة، تفضل أخي محمد في عندك رقيب. السلام عليكم ورحمة الله، وأنا آسف على هذه المقاطعة وإني أكون في النص ما بين تسليم المنصة من قبلك أستاذي الفاضل ودكتوري مع أستاذتي الفاضلة أيضا اللي تحب دائما أناديها فقط لينا وقلتها يعني فقط لينا. أنا يوم دزيت البرودكاست قلت أن في هناك مفاجأة، هذه المفاجأة راح أعرضها الحين وراح أعطي فترة التسجيل فيها فترة ورشة الأستاذة لينا لخمسة وأربعين دقيقة. بعد الخمسة وأربعين دقيقة سوف يقف التسجيل فيها، راح أقول لكم شنو المفاجأة وراح أدز الرابط التسجيل، لكن عندي فقط فترة ورشة الأستاذة لينا. تمام يا ضيوفنا الكرام، بعد انتهاء لما تقول أسلم المنصة راح يوقف كل شيء. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا. تحياتي لك أستاذ محمد. والآن مع علينا، تفضل. معلش أستاذ علينا، خلي الميقاتي يشرح الوقت تكرما. تفضل. وفيش تحياتي أم حليمة. السلام عليكم، عندي سؤال بسيط الحين بالنسبة للكروت الصفراء والخضراء والحمراء، غير متوتر الآن معايا، هل أحد توتر معاه؟ خلاص ماشي على الأساس رح نحكي. طيب بالنسبة للتوقيت 35 دقيقة هذا اللون الأخضر، 40 دقيقة اللون الأصفر، 45 دقيقة اللون الأحمر. شكرا لكم جميعا. أعرض المفاجأة؟ يلا انتظارها. تفضل يا نعم محمد. تفضلوا، هذه هي المفاجأة، واضحة؟ واضحة جدا، وأنا أول واحدة مسجلة فيها. دن تحياتي يا محمد، ونحن يعني نسعد بك حبيبي، تشرف بحضور مثل هذه. حبيبي يا دكتور، شكرا لك على هذه المفاجأة. حبيبي الله يحفظك. راح أدز الرابط الحين في راح أدز الرابط الحين في الشات فقط لمرة واحدة، الكل يقدر يسجل، وإن شاء الله راح يتم السحب على الأسماء، راح نختار إن شاء الله خمس أسماء بعد انتهاء الأستاذة لينا من ورشتها، باستثناء طبعا الأستاذة لينا والدكتور سلطان، خمسة راح نختارهم من الضيوف. أما أعضاء النادي فهم طبعا مخولون بأي وقت لهذا الموضوع، فراح أدز الحين. وشكرا لكم وشكرا يا لينا على وقتك الثمين، المنصة لك أستاذتي. شكرا لكم. أنا بس عايزة أتأكد أنتم في البداية سمعيني كويس ولا لا؟ سامعينك يا ملكة. سامعينك. تسلم. أنا بالنسبة لي بحب إن الناس تقول لي لينا، ولما كان لأن أنا عارف إن الدكتور سلطان هو اللي هيقدمني، فكان حقيقي أنا بالنسبة لي مفيش كلام أنا محتاجة أحطه أو طريقة معينة أنا أحب أتقدم بيها غير إن هو يقدمني. مع ان هو قدمني بالطريقه اللي انا بحبها قوي، بس علشان هي جت منه فده كان بالنسبه لي كفايه، فحقيقي ما كنتش محتاجه اضيف اي كلام. انا هبتدي الورشه دلوقتي. طبعا انا بعتذر منكم مقدما علشان انا عندي برد جامد قوي، فهيبقى بقى في عطس وكحه وكده، بس معلش تستحملوني. انا اتقال لي النهارده ان انا عندي ورشه عن حب الذات، هي مش خطبه، وان مدتها 45 دقيقه. وهي كويس ان هي ورشة، لان هي بصراحة لو خطبة 45 دقيقة وممكن تبقى اقل، ده كتير قوي بالنسبة لي ان انا اقعد بس اتكلم كده مع نفسي 45 دقيقة، ده كتير قوي، مع ان انا بحب اتكلم مع نفسي قوي
فأنا عايزة أن أنا أستمتع وتستمتعوا معايا، وما إن ما فيش سفر اليومين دول فأنا عايزة أن إحنا نسافروا مع بعض رحلة قصيرة كده مدتها 45 دقيقة أو أقل. طبعاً الحكم الأول اللي بيتم إصداره عليا إن اللي بتقدم الوركشوب دي لايف كوتش شكلها صغير قوي، يعني هتكون شافت إيه من الدنيا يعني علشان تضيفه لنا يعني أو علشان أقعد أسمع لها، وإيه يعني الكلام اللي هي هتقوله؟ ما هي أكيد هتقول الكلام اللي هو اتقال قبل كده، لازم تحب نفسك علشان تحب الآخرين ومش عارفة إيه والكلام ده، صح؟ هو صح، لأنه هو أكيد بديهي إن أنا هقول في لقطة من اللقطات إن أنت لازم تحب نفسك علشان تقدر إن أنت تحب غيرك، وطبيعي إن أنا هقول كده لأن ده مش كلامي أنا، ده حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا هاخدكم على ثلاث أماكن، أول واحدة هي كون أعز صديق لنفسك، تاني واحدة هي رأي الناس مش مقياس لحبك لنفسك، وثالث واحدة هي جلد الذات. بس أنا قبل ما أبتدي عايزة أقول لكم إن أنا هبقى بسألكوا أسئلة، وأرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا لأن دي ورشة مش خطبة، أرجوكوا تشتركوا معايا في الشات. هل ممكن؟ ممكن بس تبعتولي العلامة دي، علامة thumbs up أو تمام في الشات إذا الكل موافقني. عظيم، أوكي perfect. أنا همثل لكم شخصية وعايزاكوا تقولولي في الشات، أكرر في الشات مش في المايك، في الشات إذا الشخصية دي مغرورة ولا شايفة نفسها ولا الاثنين. هبتدي أمثلها دلوقتي. أنا جميلة وناجحة وملهمة وشجاعة وبحب جرأتي قوي، وبحب شكلي، لبسي، أناقتي، قوتي، بحب مقدرتي على حب الغير، ما بحبش إن أنا أتفانى في سبيل أي حاجة، بس عايزة أكون ناجحة أكتر وأثبت وجودي أكتر لأني مجتهدة وأستحق. الشخصية دي إيه؟ مغرورة، في خناقات في الشات، مغرورة ولا شايفة نفسها ولا الاثنين؟ واثقة من نفسها، عارفة نقاط قوتها، واثقة واثقة تعرف نفسها، واثقة. في حد واحد بس قال مغرورة، واثقة من نفسها، الاثنين. اللي يشوفك بيقول مغرورة واثقة من نفسها، واثقة من نفسها. عظيم، طيب حلو، احنا ما فيش رأي محدد، في ناس بتقول مغرورة وفي ناس بتقول انها واثقة من نفسها. طيب الأسباب انها تكون مغرورة ايه مثلا؟ ممكن ان هي تكون تتكلمها كتير وقاعدة بتمدح نفسها، والمفروض ان الانسان ما يمدحش نفسه، المفروض يسيب الناس هما هي اللي تمدح فيه ويكون متواضع اكتر، صح؟ تمام، ادوني بقى فرصتي ان انا امثل لكم واحده تانية كمان. الواحده دي بتقول انا نفسي ان كل اللي حواليا يكونوا مبسوطين وسعداء وبيحبوني ومبسوطين مني ويكونوا فخورين بيا، ونفسي ان انا اشوف اولادي فرحانين وناجحين، ونفسي ان عيلتي واصحابي يبقى بالهم مرتاح. هعمل كل اللي اقدر عليه وفي ايدي علشان يبقوا فرحانين وسعداء، حتى لو هاجي على نفسي مش مشكلة، هم يستاهلوا. دي ايه؟ هل دي واثقة في نفسها ولا متواضعة ولا الاثنين؟ الله، في حد بيقول لي مضحية بذاتها، كل يرى الآخرين عليه. الله، ما شاء الله، أنا مش ملاحقة. هي متواضعة واثقة، متواضعة واثقة، تحب الإيثار، واقعية، قلبها حنون. تمام، أنا بقى دلوقتي طبعا هي ممكن نقول إن هي متواضعة مثلا، طبعا هي تبرر في الكلام عن نفسها، واثقة من نفسها، وما كانتش محتاجة تقول نقاط قوتها، وحطت الأول، فهي مش أنانية، هي مش شايفة غير نفسها وبس، مش كده؟ طبعا احنا كلنا نحب نبقى الشخصية دي. طيب انا عايزاكم تجاوبوني في الشات، تقولولي بقى انا شخصيتكم اكتر، الشخصية الاولى ولا الشخصية التانية، عشان بعد ما اشوف اجاباتكم هروح للأولى.
الأولى، الثانية، الثانية، الأولى. أوكي عظيم. في حد قال الأولى لأني زي الثانية للأسف. في حد قال التوازن بين الشخصيتين. في حد قال اثنين. alright عظيم. الأولى اللي عجبتهم الشخصية الأولى، فأنا بقول لكم مرسي علشان دي شخصيتي أنا في الحقيقة، دي أنا فعلا. واللي عجبتكم الشخصية الثانية فبرضو بقول لكم علشان فعلا أنا في الحقيقة، أنا لينا مش مثال، ده أنا فعلا، لأن أنا واثقة في نفسي ومتواضعة ومحبة لنفسي. وزي ما أنا محبة لنفسي فأنا برضو محبة للي حواليا، وزي ما سعادتي مهمة فسعادة اللي حواليا مهمين برضو. هل أنا مغرورة؟ لا. هل أنا شايفة نفسي؟ لا. هل أنا واثقة في نفسي؟ جدا. هل أنا متواضعة؟ أيوه. ناخد بقى، تعالوا بقى إن إحنا نشرح كده أو نحلل الشخصية الأولى لها دعوة بالغرور، وإحنا أكيد مش مختلفين على الشخصية الثانية من خلال الشات كمان. طيب دلوقتي أكترية الناس على الشخصية الأولى قالوا إن هي غرورة، حلوة قوي، ولكن في ناس قالت إن هي واثقة في نفسها. وأنا قلت قوي إن في حد مشكس البرمجة اللي أنا برمجة ليها، لان انا قلت لكم انتوا دلوقتي هتسمعوا شخصيه وتقولوا لي هل هي مغروره ولا واثقه في نفسها ولا الاثنين، ما اديتكوش حاجه ثالثه، فانا برمجتكم مسبقا على حاجه معينه. ولكن في ناس بتبقى ضد البرمجه، ونفس الحاجه برضو في الشخصيه الثانيه، برمجتكم قبل ما تسمعوها. تعالوا كده نشرح انا قلت ايه في جانب شخصيتي الاولى وانا دلوقتي بتكلم على نفسي. اول حاجه يعني ايه مغرور؟ مغرور هو بيسكلي الشخص اللي شايف ان كل صحيح موجودة في اي حد، بيعملش سنتي جهد ان هو يحسن من نفسه او يشكر ربنا او اللي حواليه على النعم. تعالوا بقى نحلل انا قلت ايه كلمة كلمة. انا قلت ان انا جميلة. هو انا مش جميلة؟ لا انا جميلة علشان انا خلقت بميك اب، بدون ميك اب، بالتغيير، بالبروش، بالبيجاما، انا جميله لان انا خلقت ربنا. بس اذا حد مش شايفني جميله دي لا بتكون لا مشكلتي ولا مشكلته، ده بيكون معلومات عنك لا ينقص من جمالي شيء. قلت ان انا ناجحه. طيب بالظبط نقول جميله مش نقول ان اجمل، مظبوط. تي ام زينب مظفر بالظبط. قلت اللي انا ناجحه، هل انا مثلا قلت ان انا انجح واحده؟ لا. طب اسال نفسي هل انا مش ناجحه؟ لا انا ناجحه جدا. اسال نفسي سؤال تاني ببساطه، يعني لو انا مش ناجحه ليه تي ام محمد دشتي، سوري دي تي ام محمد دشتي وتي ام نعيمه والاسماء الكبيره والكوكب العظيمه دول هيحبوا مثلا ان هم اكون معاهم كده ونأسسهم مع بعض؟ طيب لو انا مش ناجحه ليه هدي ورشه في الانطلاقه الاولى؟ قلت مثلا انا بحب ان انا ملهمه وشجاعه جدا. انا ملهمه لان احنا كلنا ملهمين من غير ما نحس. ممكن جمله منك او مني ممكن تغير حياه بني ادم وانت مش حاسس. قلت ان انا شجاعه. شجاعه لان انا دلوقتي بتكلم قدامكم قدام ما شاء الله حاجه و70 شخص في توبيك حساس، وممكن اكون صرت انتباه من زمان قوي، وممكن اكون في اللحظه دي انا بكلم نفسي ومحدش سامعني، وممكن ان انتوا تحكموا عليا حكم مسبق ان انا مغروره من غير ما تسمعوني لاخر الورشه، بس برضو مكمله ومش مخليه خوفي يوقفني، فاذا انا شجاعه. قلت ان انا بحب جرأتي قوي. انا جريئه. احنا اتبرمجنا على ان الجرأه في البنت مش حلو وان هي وحشه، بس لا، الجرأه دي معناها مقدرتي ان انا اكون انا واصنع ذاتي في وسط مجتمع بيطلب مني ان انا اكون حد مش انا تحت اسم العادات والتقاليد والدين، الدين اللي هو بيحثني على حب نفسي. قلت بحب شكلي.
عطيت ربنا، فانا لازم احبها وارضى بيها واحافظ عليها والحمد لله. اتكلمت ان انا بحب لبسي وبحب اناقتي، اشتغلت ان انا اكون انيقه وشيك، وتابعت الموضه كتير علشان اوصل للشكل اللي يناسبني من جوه اللي هو يبقى انا. قلت ان انا قويه، طبعا قويه لان انا في النهايه انا خلقت ربنا، وربنا بيحب العبد القوي ما بيحبش العبد الضعيف، فده لوحده سبب ان انا اتعب عشانه علشان اكون انسانه قويه مش ضعيفه. تميزي، قلت ان انا متميزه. ليه انا متميزه؟ طيب يعني ليه برضو ده مش غرور؟ هو مش غرور لان انا ما بسعاش ان انا اكون لا شبه حد ولا ان انا اكون مختلفه عن حد. اوسكار وايلد قال عبره، هقولها الاول بالانجلش وبعدين هترجمها بالعربي. قال be yourself, everyone else is taken. كون نفسك علشان الكل ماخوذ، الكل غير متاح، فكون نفسك علشان ما فيش شخصيه تانية متاحه، انت ينفع تكون هي احسن من نفسك. قلت مثلا ان انا بحب مقدرتي على حب الغير. نرجع للحديث الشريف اللي احنا قلناه في الاول، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ده لوحده سبب ان انا انمي قدرتي على حب الغير واعمل خير. علشان كده اخترت شغلانه هو ده اساسها، حب الغير، الكوتشنج، وان انا اساعدهم من غير التعدي عليهم، وبقى متعاطفه معاهم بدون اي حكم مسبق. قلت ان انا ما بحبش اتفانى في سبيل اي حاجه. طبعا النهارده مع قامات في اللغه العربيه، كفايه دكتور السلطان يعني. فانا النهارده انا لغتي العربيه الحمد لله هي لغتي الاولى زي الانجليش، وبحب العربي من وانا صغيره، عمري ما تجردت منها، هي هويه من ضمن هوياتي لغتي العربيه. ولكن برضو احتياطي عملت جوجل على معنى كلمه اتفانى. انا اتعلمتها في المدرسه وانا صغيره. افني نفسي، وهقول لكم في المدرسه اتعلمتها على انها ايه. افني نفسي جمله يعني هي تقيله قوي، هي تقيله قوي عليا، بس انا عايزاكم كده في الشات تقولوا لي افني نفسي، وبعدها هاتوا لي حاجه او حلوه، حاجه حلوه او وحشه، اكتبوا لي كده في الشات بليز. عايزه جمله افني نفسي وبعدها حاجة حلوة أو وحشة. أفني نفسي في تربية أولادي، في النجاح، في whatever، بس اكتبوا لي. أفني نفسي في العطاء، التفاني، البذل والعطاء. أفني نفسي لأجل ضحكة أمي وأبي. أفني نفسي من أجل تحقيق أهدافي. أفني نفسي في قرة عيني وأهلي. أفني نفسي لأولادي وبيتي، لهدف سامي وبالتأكيد إيجابي، الفناء من أجل نفسي، إلى السكينة الذاتية، يكونوا بناتي في أفضل حال، أكرس كل عمري لشيء معين. alright عظيم. وأنا صغنونة في المدرسة كنت محبة زي ما قلت لكم للغة العربية، ودرسنا إن كلمة فنى معناها مات الشيء، تم إبادة الشيء، دفن الشيء، يعني هي في النهاية كلمة قاسية قوي. بس لما كبرت لقيت إن الناس بتستعملها عادي كده، وأكتر حاجة الأمهات بيستعملوها، أنا فنيت عمري في تربية أولادي. والرجالة مثلا يقولك أنا فنيت عمري في الشركة أو في خدمة الشركة. هي كلمة عادة عندما تقال هي غالبا ما بتصطحبها الحسرة مش الفخر. بس لما نفكر فيها، ليه أنا أدفن نفسي في سبيل أي حاجة أو أي حد أصلاً؟ حتى لو كان العطاء، حتى لو كانت ابتسامة حد أنا بحبه، حتى لو كان لتطوير حاجة فيي أنا، ليه أفني؟ ليه؟ ما أنا أعيش عادي باعتدال الوسطية، أحبك وتحبني، لا أفني نفسي ولا تفني نفسك. أنا كمان قلت بحب إن أنا عايزة أكون ناجحة أكتر وأثبت وجودي أكتر. ما قلتش إن أنا خلاص وصلت لأعلى حاجة، لأ،
قلت ان انا عايزه كمان اكتر واكتر واكتر، لان انا شايفه ان لسه في قمه نجاح في الدنيا انا ما وصلت لهاش. قلت مثلا بحب ان انا مجتهده، مجتهده هو مبرر لان انا دايما بعمل قصارى جهدي ان انا اطور من نفسي واكون شاطره ومتعلمه، وبحب اقعد مع ناس جميله زيكم غنيه الفكر والعقل والروح علشان اطور وانمي من عقلي واغذي روحي. وقلت ان انا في النهايه استحق، استحق لان انا عندي اكتفاء ذاتي عالي. تاني، مجرد ان ربنا خلقني في الوجود لعماره الكون واداني اجمل فرصه ان انا مخلوق من مخلوقاته واحط بصمتي، فاذا ربنا شايف ان انا استحق، فمين انا علشان اجي واقول انا ما استحقش اي حاجه حلوه في الدنيا؟ وإذا ربنا شايف كده وخلقني علشان كده، يبقى أنا لازم أنمي قناعتي إن أنا أستحق، واثبت لنفسي كل يوم إن أنا أستحق، وإن أنا ما استحقش إن أنا أخيب ظن ربنا فيا ولا ظني في نفسي. هتقولوا طيب ماشي أوكي، أنت عندك حق، هي مش مغرورة، بس مش لازم تقولي على نفسك، يعني مش لازم كويس على نفسك، احتفظي بيه لنفسك. مين موافق إن أنا لو فيها صفات حلوة مش شرط إن أنا أقولها؟ ردوا عليا في الشات من فضلك. alright عظيم، في ناس موافقة في ناس مش موافقين. ميرسي شكرا. اوكي اقولها بس مش مباشرة. في حد قال ود قالت صح كلامك، ده اللي انا بحاول اعمله مع نفسي، واكرمها واعطيها اللي تستحق. عظيم. حد تاني، انا مع ذكر الصفات الجميله ولكن الناس لا تتقبله، حكم المسبق. اذا فيك هيك صفات احكي، اعطي نفسك حقها، حديث النفس كتير مهم. مظبوط. alright نرجع تاني بقى للبرمجة اللي احنا اتبرمجناها من واحنا صغيرين. انا لما كنت وانا صغيرة بقول على نفسي حاجة كويسة، مامتي وبابايا كانوا بيقولولي المفروض الناس هي اللي تقول، مش انتي اللي تقولي على نفسك الحاجة الكويسة. بس هي في الحقيقة ان انا كنت طفلة غير قابلة للبرمجة العادية، وهما تقبلوا ده. فانا كنت برد عليهم رد تلقائي، كنت بقولهم ليه استنى حد يقولي وانا ممكن اقول لنفسي؟ انا مش بقول للناس، انا بقول لنفسي، انا بكلم نفسي. ومره قلت لها مامي يعني افرضي ان حد ما قاليش مثلا انا عملت حاجه كويسه، وكنت اي ثينك عندي كان وقتها 9 سنين او حاجه، قلت لها افرضي ان ما حدش قال لي ان انا شطوره مثلا، ليه انا ما اقولش لنفسي فين الغلط؟ والحقيقه ان انا مهما سالت كان عمر ما في قد معين بيمنعني. خلينا كده نشوف، لو انت مثلا عندك صاحب وقال لك، ركزوا معايا في الحته دي عشان هديكوا ثلاث اصحاب. لو عندك صاحب وقال لك انت ملهم وجميل وقوي وعظيم، انت قمر مفيش زيك، وحسيت فعلا ان الكلام طالع من جوه، هل فعلا هتبقى عايز الشخص ده يكون في حياتك ولا لا؟ من فضلكم تقولوا لي في الشات. عظيم، شخص محفز أكيد. طيب لو نفس صاحبك ده بيحب اللي حواليه وبيسعى لسعادتهم، بس مطنشك أنت ولا أكنك موجود أصلا غير بس علشان يقولك أنت تخين قوي، أنت غبي كده ليه؟ أنت بتفهمش؟ ليه فهمك بطيء؟ أنا مش هرضيك أنت دلوقتي، أنا عندي جمهور تاني برا عايز أرضيه، فأنا ليه أسيب كل دول وأركز عليك أنت بس؟ ما ينفعش كده تبقى أناني وعايزني أركز عليك أنت بس، أنت شخص واحد وخلاص، وبعدين انا بقضي كل وقتي معاك وده كفايه يعني. هل هتبقى نشوف هل هتبقى عايز صاحبك ده ولا لا يكون موجود في حياتك؟ عظيم، ده طاقه سلبيه وغير محفزه في حياتي. عظيم. يا جماعه بس معلش انا عايزه انوه علشان واضح ان في لينكات كتير بتتبعت في الشات، فمن فضلكم ما تقبلوش اي لينك الا لو هو من دي تي ام محمد دشتي. نرجع لحب الذات. تمام، نرجع
لنفس الشخص ده، لنفس الصاحب ده. لو هو نفس صاحبك ده بس زي ما بيسعى لسعادتك انت وبيحبك انت وبيقول لك كلام حلو وبرضه بيديك حقك وقدرك، بيعمل برضه نفس الحاجه مع الناس اللي بره، بس انت اولويته علشان انت اعز صاحب عنده. لكن برضه ما يمنعش ان هو في يوم يجي ويستاذنك يقول لك معلش انا اسف استحملني النهارده علشان انا النهارده مش هقدر ابقى موجود معاك او اديك حقك علشان النهارده في فلان عنده ظروف ولازم اكون جنبه، فسامحني وانا بحبك قوي وشكرا لدعمك ليه علشان ادعم غيري. هتحبوا قد ايه؟ قولوا لي كده، حابين اول شخص ولا تاني شخص ولا تالت شخص؟ احب الاخير، احب واحد، التالت. اوكي، اكتر الناس قالت التالت. التالت لانه هو مزيج من الاثنين، هو الشخص اللي بيحبك انت قوي وفي نفس الوقت بيحب الناس. صاحبك ده بقى هو انت. لو انت قعدت تحب في نفسك بس، هيجي يوم انت مش هتشبع نفسك. ولو انت قعدت تحب اللي حواليك بس ونسيت نفسك، علشان احنا تربينا وتبرمجنا على ان انت حب غيرك قبل نفسك، برضو مش هتشبع نفسك، لان انت مهما كنت بتسعد اللي حواليك هيجي لك وقت وتحس ان انت فاضي ودبلان ومهمل. بس لما تحب نفسك وتقول لنفسك كلام حلو وتعمل نفسه برضو مع غيرك، هتبقى أحلى وأحلى وأحلى. وهو ده حب الذات، هو مش أنانية أبدا. حاجة كمان لحب الذات، هنروح بقى دلوقتي على الرحلة التانية اللي هي اسمها رأي الناس مش مقياس لحبك لنفسك. أول خطبة ليا في التوست ماسترز، وأول واحدة بتكون هي كسر الجليد، يعني بتكلم عن نفسي، بعرف عن نفسي، وده الطبيعي لأن في ناس كريمة شجعت إن أنا أدخل النادي بتاعها، فبديهي إن أول واحدة هتكون كسر الجليد أعرف عن نفسي. فاتكلمت عن نفسي وعن صفاتي الجميلة، وقلت أنا واخدة أي صفات من مامتي وأي صفات من بابايا، واتكلمت عن شغفي وما طولتش في الحتة دي. اتكلمت عن شغفي، ازاي انا واجهت والدي ووالدتي مثلا بعد 3 سنين من دراستي للهندسة وانا ما بحبهاش، ازاي كنت قوية وشجاعة وتغلبت على خوفي من ان انا اخيب ظنهم فيا، وان الاهم بالنسبة لي كان ان انا ما اخيبش ظن نفسي، لان انا ممكن اهرب من اي حد بس مش ممكن اهرب من نفسي. وبعدها اتكلمت عن ان انا سبت شغلي المضمون في الجامعة برضو بعد 3 سنين ونص، واخدت ريسك ان انا اعمل حاجة بحبها وهي مش مضمونة وهي الكوتشنج، وتغلبت على خوفي علشان كان الهدف من خطبتي ان انا لما اوصل 70 80 او حتى 90 سنة وابص على حياتي اشوف ان انا عشت شغفي مش خوفي. طبعا في اليوم ده انا جالي، حضراتكم عارفين ان في نهاية كل خطبة بيكون فيه توصيات، وهي اسمها توصيات علشان انت يا اما بتاخد بيها يا اما ما بتاخدش، بس التوصيات دي بتكون على حسب وجهة نظر المتفرج او المستمع برأيه هو، بخبرته هو، بمقاييسه هو، بمبادئه هو. جالي اطراءات وكلام جميل قوي 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 من كل الموجودين، واخدت في اليوم ده احسن خطبه. لكن في وسط كل دول جالي ورقه واحده بس، وانا فاكراها لغايه النهارده، فيها نقد. الطبيعي ان هو هيبقى نقد لاذع، ولكن في الحقيقه يعني انه لم ينزعني ابدا. يعني النقد كان ايه؟ كان بيقول انا فاكرة اول جزء من الجملة كويس، حب الذات وروح الانا العالية لا تأتي لصاحبها بخير، حاجة زي كده. انا متأكدة من النص الاول بس مش متأكدة من النص التاني، بس يعني النص التاني كان بمعنى ان يعني لو انا وانا فضلنا مع بعض هنروح حتى مش حلوة يعني. فانا دلوقتي عندي عشان احب نفسي بقى في الموقف ده، أنا دلوقتي عندي شقين أو اختيارين، يا إما أن أنا أشوف نفسي بالعين الحلوة اللي مدحتني، اللي هم قالوا لي الله وإحنا وإنتي جميلة وا 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 وا، يا إما أن أنا أشوف نفسي أسيب بمقياس الشخص اللي جاء وقال لي أن روح الأنا العالية، أن أنا عندي روح الأنا العالية وأن أنا مغرورة وأن أنا شايفة نفسي. فأنا هنا يعني في ناس بتقولي إن أنا كويسة وفي شخص قال لي إن أنا مش كويسة، طب أنا هنا أعمل إيه؟ يعني أحب نفسي ولا أكرهها ولا أعمل إيه يعني؟
علشان كده حبي لنفسي وحبي لذاتي بيخليني ان انا اخد كل حاجة بالراحة. انا دلوقتي طلعت وقعدت امدح في نفسي واتكلم بدون سبب؟ لا، انا ببساطة كنت بعمل ده الحوار اللي انا اجريته مع نفسي علشان اعرف اخد اي واحد بالظبط. فقلت لا، انا ببساطة كان عندي خطبة كسر الجليد، انا نجحت فيها، نجحت في توصيل المطلوب مني في الخطبة، وتكلمت عن نفسي الحاجات اللي هي مهمة بالنسبة لي، وبناء عليه أنا أخذت أحسن خطبة. ففي النهاية نقد أو رأي حد هو معلومات عنه هو قبل ما يكون عنك أنت. علشان كده لازم توصلوا لمرحلة أن أنتوا تحبوا نفسكوا قوي، وده بيحصل لما تقعدوا معاها قوي عشان تعرفوها كويس، بحيث أن يكون أنا عندي القدرة أن أنا أحاور نفسي وأواجهها عشان أعرف رأي الشخص ده صح ولا لا. لو صح أشوف أنا أقدر أصلحه إزاي من غير ما أكون دفاعية. لو غلط أنا الوحيدة، وأنا أكتر واحدة عارفة نفسها، فأنا الوحيدة اللي هبقى عارفة هل كلام الشخص ده حقيقي ولا لا. نيجي بقى على آخر واحدة اللي هي جلد الذات. مظبوط بالظبط، بقرا الشات دلوقتي. حب الذات جميل ولكن باعتدال حتى لا تتحول لأنانية فتمحو جمال الشخص وتعكس قبحه. مظبوط 100%. أنا بس معلش بقرا الكومنتس بتاعتكم. أوكي، نيجي بقى على جلد الذات. في جملة أنا دايما بقولها بالإنجلش، هقولها بالإنجلش وبعدين هترجمها بالعربي. Be careful what you say to yourself because you are the closest one to yourself and you listen to yourself the most. يعني خد بالك قوي انت بتقول ايه لنفسك، علشان انت اقرب واحد لنفسك وانت اكتر واحد بتسمع كلام نفسك. دلوقتي انا احنا دلوقتي بقى في جلد الذات، فانا عايزاكم بقى تقولي في الشات لو انا دلوقتي قلت لنفسي او قلت قدامكم انا وحشة قوي وغبية وضعيفة، عايزة أعرف هتقولوا لي إيه، بس من فضلكم في الشات. أنا ما أسمح لك. أوكي، حد هيقول لي حبي نفسك، حد هيقول لي أنا ما أسمح لكيش تقولي عن نفسك كده، حد هيقول لي أنتي ما تستحقيش الكلام القاسي ده، حد هيقول لي الرأي ده ضعف الثقة بالنفس، حد هيقول لي انتي اجمل من الجمال، اذا ما حبتيش نفسك ما حدش هيحبك، انتي اروع مما تكوني لا تقلل من قدر نفسك. جميل، عظيم. طيب شوفوا انتوا قلتوا لي كلام حلو ازاي، والكلام ده فعلا بسطني. يعني هو بسطني حتى وانا مش شايفة نفسي وحشة وغبية وضعيفة، برضو بسطني منكم. طيب ليه ما كنش انا كمان مسموح لي ان انا اقول لنفسي كده؟ في ايام انا ممكن احس ان انا وحشة، وفي ايام انا ممكن ما احسش ان انا ذكية قوي، وفي ايام فعلا بكون ضعيفة وده حقيقي. ليه ما كنش انا الشخص، ليه ما كنش انا بقى في اليوم ده انتوا بالنسبة لي دلوقتي، يعني انتوا دلوقتي بتقووني لما سمعتوني بقول انا وحشة وغبية وضعيفة. طيب ليه انا ما اقولش لنفسي كده في الايام العاديه برضو اللي انا حاسه فيها ان انا وحشه او ذكائي محدود فيها او عندي تحدي معين او ضعيفه؟ ليه ما اقدرش اقول لنفسي كده؟ ليه عادي ان انا اذم في نفسي وهتتعاطفوا معايا وتقولوا لي لا انت جميله وامرايا وحلوه و و و، بس لو انا جيت وقلت مدحت في نفسي او اتكلمت عن نفسي طبعا في المكان الصح مش عمال على بطال، هيتم الحكم المسبق عليا ان انا مغرورة؟ ليه لازم استنى ان انا استمد قوتي من حد تاني وانا مركز قوتي وضعفي؟ مش غلط ان احنا نستمد قوتنا من الناس التانية ابدا، بالعكس ربنا يا رب يديم علينا اصحابنا وحبايبنا، ودي نعمة من ربنا ان ربنا يكون يعني ان احنا نكون محاطين بناس جميلة بتدعمنا، بس ليه برضو انا ما اكونش الناس دي لنفسي؟ ليه نبص بره واحنا عندنا كل حاجة في البيت؟ قوتي جوايا، حبي لنفسي جوايا. مثلا
انا النهارده عيانه قوي قوي، دي حقيقه برضو فعلا عيانه، قاعده بكح وبعطس حاجه يعني مأساة. يعني انا هخلص مثلا وادخل اخد السرير بالحضن على طول، تقولوا لي ايه؟ الله يسلمكم يا رب. في حد بيقول سلامتك الف سلامه، لو حد عيان كمان يعني وفعلا تعبان تقولوا له ايه؟ في حد بيقول لي امشي شويه اشربي ساخن، الف سلامه حبيبتي خلي بالك من نفسك عظيم. اوكي الف سلامه الف سلامه، الله يسلم قلبك يا رب، اهتمي بنفسك. تمام. انا بقى ممكن اخدها بطريقه الف سلامه، ممكن اخدها بطريقه تانية خالص. ممكن اول ما اخلص اتعصب على نفسي واقول انا كنت بشعه وصوتي كان مخنوق وعشان انا بترعش من البرد، لان طبعا هنا في مانشستر يعني الدنيا تلج طول السنه وانا بردانه، ففي اوقات بيبقى في رعشه كده، فاقول انا كنت بترعش وكان باين ان انا متوتره وقاعده بكح ومناخيري مبهدله الدنيا وكل شويه قاعده بمسح بالتيشيو، فاكيد طبعا زمانهم بيقولوا يعني ايه ده، يعني ايه الخطبه دي يعني، او يعني جات لي وهي عيانه ما كانت تعتذر احسن يعني بدل ما ضايقتنا بصوتها وبالكحه والكلام ده كله. بجلد نفسي اهو. او ممكن معلش بس استاذنكم تقفلوا المايك، شكرا. او ممكن اقول اول حاجه اطبطب على نفسي واقول برافو يا لينا، انت تعبانه جدا لدرجه ان انت قاعده على الكرسي بالعافيه، بس شاطره والحمد لله ربنا قدرك ان انت تعملي الوركشوب او الورشه وأديتي كويس على قد ما صحتك سمحت لك، برافو برافو، وإن شاء الله تبقي أحسن وتقولي بالسلامة والحمد لله الحمد لله ربنا وقف جنبك في الورشة وإن شاء الله هيحتسب لك إن أنت عملتيها وأنت تعبانة. ممكن أعمل كده وأنا فعلا عملت كده النهاردة. طبعا أنا تقريبا خلصت، بس أنا عايزة قبل ما أخلص عايزة بس أقرأ شوية كومنتات. حب نفسك وإنت تعبان وإنت بضعفك وإنت ضايع أو مكسور، حب نفسك لين تكتر تلم شتات نفسك وترجع قوي ثاني، أعطي نفسك شوية حب وارحمها من جلد الذات والكره المستمر الذي تعطيه لها. مظبوط، رائع 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 رائع. دلوقتي أنا عايزة أسألكوا سؤال وعايزاكم بليز تجاوبوني في الشات من فضلكم. عايزة أسألكم من 1 لـ10، كل واحد فيكم شايف نفسه مهم بنسبة قد إيه؟ 1 مش مهم، 10 مهمة قوي. عشرة عشرة، في حد قال 11 وبينافسني وكده ما ينفعش. دي عايشة النجم طبعا، عايشة طبعا. 7، الله، لا في حد عداني انا وانتي وضرب يعني عدى المليون. تمام عظيم. اجابتي انا في 6، احس نفسي جدا مهمة. 8 عظيم. انا مهم بالنسبة لنفسي انا لينا 11. ليه؟ لان نفسك هي أهم شخص أنت هتقابله في حياتك، وفعلا نفسك هي أهم شخص أنت هتقابله في حياتك، مش أنانية. بس أنت لو عايز تبص للموضوع على إن هو مش أنانية لو أنت حبيت نفسك، لأن للأسف إحنا اتبرمجنا إن حب الذات معناها أنانية، فقول لنفسك لو أنا محبتش نفسي وما خدتش بالي من نفسي، لو أنا مروتش نفسي كذا، أنا مش هقدر أحب اللي حواليا، واللي حواليا متعلقين بيا وانا مهمه بالنسبه لهم، اذن فانا لازم اخد بالي من نفسي، لان لو هما بيحبوني فعلا هيبقوا مبسوطين وهما شايفيني مبسوطه واخده بالي من نفسي وبحب نفسي. فلازم تحبوا نفسكم قوي، علشان انتوا ممكن تهربوا من اي حد بس مستحيل تقدروا ان انتوا تهربوا من نفسكم. حبوها صاحبوها، علشان كده الحجر ده كان بالنسبه لي نعمه، كنت مبسوطه وانا قاعده مع نفسي، لاني انا على طول السنين اللي فاتت وانا عملت علاقه قويه بيني وبين نفسي، ما بخافش ان انا اقعد معاها،
بحبها بثق فيها، هي صاحبتي. قبل ما أختم أنا بس حابة إن أعمل حاجة اسمها بنسميه تمرين حب الذات. دلوقتي إحنا في مناخيرنا عندنا فتحة المناخير الأولى، فتحة المناخير الثانية. هنعتبر إن دي هي، لا أنا عايزاكم أول حاجة بس تعملوا معايا التمرين من فضلكم، عايزاكم تقفلوا الفتحة اليمين أو الشمال مش فارقة، وحاولوا إن أنتوا تتنفسوا. أوكي؟ تنفس أصعب شوية. طيب شلوها وقفلوا الفتحة التانية، هو بنفس الصعوبة بس لما الاثنين يبقوا مفتوحين أنا بتنفس أحسن حاجة. واحدة منهم، فتحة منهم هي حب الذات، الفتحة التانية هي حبك للناس، فلازم الاثنين دايما يكونوا مفتوحين. لو قفلت واحدة هتأثر على التانية. شكرا، إليكم المنصة. شكرا للمبدعة لينا كمال. تحية لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح المبدعين. يقول سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه: إذا أضمأتك أكف الرجال كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لقد كانت هامة همتك في الثريا يا لينا، أحسنت وبارك الله بعطائك، ويعني ندعو الله تعالى أن تكون هذه الورشة في ميزان حسناتك. أحبتي جميعا أرجو ألا تغيبوا، لدينا استراحة لمدة 10 دقائق. أرجو من الميقات أن يحدد من الآن 10 دقائق، نعود معكم بعد 10 دقائق. كونوا معنا، حياكم الله. حياكم الله. أذكركم الأسماء راح تعلن بعد الورشة الثانية، بعد انتهاء الورشة الثانية راح تعلن الأسماء. شكرا لكم. شكرا نعيم. شكرا نعيم. شكرا نعيمة. شكرا نعيمة على هالإنسانة المبدعة. حبيت. Thank you مدير إشراف التقني لموقع زوم اليوم، مدير المنطقة 26، مديرة منطقتي ورئيسة نادي إليت. شكرا لك. حياكم الرحمن جميعا. تفضلي الآن. أبدأ بالقول لأن قرار النجاح يعتمد على أمرين: المعلومات المتوافرة والعقول التي تصنع القرار. عائشة الناجم. حياكم الله جميعا. الحمد لله الكبير المتعال صاحب العز والكمال والعظمة والجمال والقدرة والجلال، المنزه عن النقص والزوال، المعبود عند الغدو والآصال، منشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وخير الرجال. وارفع عنا يا رب هذا البلاء، وارفع عنا يا رب الإصري والأغلال. سعيدة جدا باجتماعي معكم لهذا اليوم، فعلا أنا سعيدة بهذه الاستضافة وبهذا التدشين الرائع لنادي إيزي كوتشنج الفريد من نوعه على مستوى أندية التوست ماسترز. اليوم بإذن الله راح أقدم لكم برنامج بسيط جدا عن هندسة المشاعر والعواطف النفسية. هل هناك مهندسة أو مهندس في هذا اللقاء عبر الشات؟ هل هناك مهندس أو مهندسة؟ لا ما في أحد شكله. أوه حياك الله يا زكي. طيب، مثل ما المهندس يحتاج أدوات للهندسة ويحتاج تخطيط لتدشين المباني ولتدشين البيوت والمؤسسات، نفس الشيء راح نهندس مشاعرنا وننظم مشاعرنا ونحول السلبية منها إلى إيجابية. معكم عائشة الناجم،
مهتمة جداً بريادة الأعمال وتطوير الذات، واليوم راح نغوص بقطرة في بحر تطوير الذات، وراح نتكلم فيها عن هندسة المشاعر. مثل ما يعمل المهندس بالمباني، اليوم راح نهندس مشاعرنا. أولاً، امتلاكنا لنظرة إيجابية بالحياة هو شيء باختيارنا إحنا. إحنا بإيدنا نلون يومنا بألوان أكثر إشراق وأكثر أمل. امتلاكنا لنظرة إيجابية بالحياة هو اللي يحدد نظرتك، سواء كانت سلبية أو إيجابية. أنت فقط المسؤول بمفردك عن أفكارك، أنت فقط المسؤول بمفردك عن اليومي، هو اختيارك الشخصي. إذا أنت كنت تميل أنك تفكر بشكل سلبي، هو اللي أنت اخترته. حياتنا مثل البحر، مثل البحر بالضبط. مستحيل أن يكون البحر راكد إلا ما يكون فيه بعض الأمواج، إلا ما تكون فيه بعض العواصف، مستحيل يكون راكد. ولكن اليوم دورنا أن إحنا نصل من خلال هذا البحر لبر الأمان، أو حتى ننقب عن داخل هذا البحر عن كنوز وأشياء دفينة قد نستشفها من بعد هذه العاصفة أو بعد هذا الموج. خلينا نتكلم عن الشيء المتداول حالياً، مشاعرنا السلبية في ظل جائحة كورونا. في كثير مواقف، ومرينا كثير مواقف سلبية في جائحة كورونا. اشتياقنا للأهل، انقطاعنا، جميعنا قد تغمرنا مشاعر سلبية. التواصل توقف، التواصل الواقعي أقصد. الشوارع أصبحت خالية، الزيارات توقفت، خوفنا من الإصابة، خوفنا من الموت، انعزالنا، كل هذه الأشياء أذت نفسيتنا. تغيير روتيننا اليومي، المتاجر مغلقة، العالم بأزمة اقتصادية، العالم بأزمة مالية، نقص بالرواتب أو انقطاع حتى الأجور في بعض المؤسسات، أصلاً فصلت بعض الموظفين. هذه كلها مشاعر سلبية، صحيح؟ في ظل كل هالمشاعر السلبية، أنت من تقرر أن ترى هذه المشاعر السلبية بنظرة إيجابية أم تدعها سلبية. أنت لم تعد أنت بعد الحجر، العالم كله لم يعد نفس العالم بعد الأزمة من كل النواحي، سواء النواحي اقتصادية، سواء النواحي اجتماعية. نظرتك لنفسك أنت تغيرت. أنا أتكلم عن نفسي، تصالحت مع ذاتي في وقت الحجر، في وقت هذه الأزمة السلبية بمجملها. ولعل الخير يكمن بالشر، ورب ضارة نافعة، وربما خلف كل محنة منحة، وخلفها كل يمكن تكون فيها لطف وفيها رحمة. أول شيء راحة بال، هدوء، سلام نفسي، فترة راحة من الزحام والزخم. نظرتنا للأمور تغيرت حتى على مستوى البلدان. العالم أدرك بأن البلدان العربية همها الإنسانية عكس بعض البلدان الأخرى. أنت لم تعد أنت، والدليل وجودك هنا في هذا اللقاء، وجودك في هذه الدورة التدريبية أو هذا البرنامج التدريبي. أدركنا أنه إحنا نقدر نميز صديقنا الحقيقي من صديقنا اللي ها أي كلام. اشتياقنا للأهل والأصدقاء زاد في خلال هذه الفترة. عرفنا مكانة قدر الناس من حولنا، عرفنا بعض الأمور اللي إحنا نفكر إن إحنا ما نقدر نسويها إلا في العمل، ولكن تعلمناها في فترة الحجر وإحنا جالسين بالمنزل. التعليم عن طريق المواقع الأونلاين والمنصات الإلكترونية، الآن اجتماعات التوست ماسترز افتراضية وتجمع بين البلدان. في كثير أشياء إيجابية نلقاها من الموقف السلبي نفسه. لذلك قيم أسلوب تفكيرك،
تحمل مسؤولية سلوكياتك. تراك أنت فقط المسؤول عن أفكارك، تراك أنت فقط مسؤول عن نظرتك تجاه الحياة. اعرف الفوائد اللي أنت تجنيها من كونك صاحب تفكير إيجابي. مثل إيش الفوائد اللي قد تجنيها من أنك تكون صاحب تفكير إيجابي أو تهندس مشاعرك هندسة إيجابية؟ لو كنت صاحب تفكير إيجابي إيش الفائدة؟ طب إيش الفائدة؟ شاركوني عبر الشات. أنت صاحب تفكير إيجابي، إيش الفائدة من كونك صاحب تفكير إيجابي؟ راحة البال، تصنع ذاتك، إسعاد من حولك. ممتاز، زيادة عمرك، فعلا عمر الفرد يزيد، مستوى الإحباط والحزن يكون أقل، حتى مستوى مقاومتك للأمراض تكون أعلى، ولها ارتباط ترى حتى بالجسد. هندسة مشاعرك لها ارتباط حتى بالجسد. قدرتك على التكيف والتأقلم خلال فترات التوتر، فترات القلق راح تكون أعلى. قدرتك على تكوين العلاقات الاجتماعية راح تكون أفضل. في كثير فوائد، ولكن لازم تفهم إيش الفائدة من كونك صاحب تفكير إيجابي. هذه أول خطوة من خطوات هندسة مشاعرك، لازم تعرف الفائدة من كونك صاحب تفكير إيجابي. وأيضاً من الأمور اللي تخلينا نهندس مشاعرنا، مثل المهندس مو يحتاج أدوات هندسية أو يحتاج بعض البرامج الهندسية لهندسة المباني وتشييدها، أيضاً إحنا لهندسة مشاعرنا ممكن نحتاج ورقة وقلم. أنا ما أتكلم عن المخ، ما أتكلم عن العقل، لا، أنا أتكلم عن أشياء مادية. ورقة وقلم، سجل أفكارك، لا تخليها فقط في عقلك وتكبتها فقط في مخك. في فكرة أو في طريقة تخليك فعلاً تهندس مشاعرك بطريقة إيجابية، أنك تكتب في نهاية كل يوم لو أمر واحد، فقط أمر واحد ممتن له أو فخور فيه أو حصل لك موقف أسعدك. تخيل لو في كل يوم أنت كتبت موقف واحد فقط، نهاية الأسبوع لما تقرأ هذه المذكرة راح تعرف قد إيش أنه فعلاً الحياة ما هي سلبية لهالدرجة، فيها جانب إيجابي. عبر عن أفكارك حتى لو برؤوس أقلام، يعني اكتب الأشياء الممتن لها حتى لو بتناول كوب قهوة أسعدك، اكتبها في نهاية الأسبوع أو نهاية هذا الشهر، فعلاً راح تستطيع هندسة مشاعرك بطريقة إيجابية. قرأت في كتاب، أمانة لا يحضرني اسمه، لعل عنوانه يرتبط بأمور التحكم بالعقل الباطن، أن إحنا نكتب باليد اليمنى غالباً. في أحد يكتب باليد اليسرى هنا؟ دائماً لليد المهيمنة غالباً تكون اليمنى. في طريقة أن إحنا نكتب باليد الغير مهيمنة اللي إحنا مو متعودين عليها. أنا أتكلم بصفتي، أنا أكتب باليد اليمنى، فاللي يكتب باليسرى يعكس الطريقة. اليد الغير مهيمنة تكتب مشاعرك السلبية، مثلاً أنا حزين اليوم، باليد المهيمنة ترد لماذا أنت حزين. باليد الغير مهيمنة تذكر الموقف اللي زعلك أو ضايقك، وباليد المهيمنة اللي أنت متعود تكتب فيها تربط على كتفك وتعطي بعض الأمور. سبحان الله، حتى طريقة كتابتك تختلف، وكأنك طفل وأنت تكتب. طريقة تعبيرك عن مشاعرك ترى تختلف بيدك الغير مهيمنة واليد المهيمنة. فجربوا هذه الطريقة، أيضا ممكن أن تساعدنا لهندسة مشاعرنا. فمن الطرق أن إحنا نكتب بعض الأمور اللي ممتنين فيها في نهاية كل يوم ونجمعها. اكتب، ما أقول لك في شيء بعقلك، لا، على طريق الورق والقلم. أيضا، وقبل خلينا ما نكمل، أعطوني كذا، أبي أنشطكم شوي. رتبوا الأكواب تبادليا، لكن بتحريك كوب واحد فقط. لا تقولون لي أبدل اثنين بخمسة، لا،
أبي يكون كوب ممتلئ وكوب فارغ بتحريك كوب واحد فقط. أبي كوب ممتلئ وكوب فارغ، ولكن أريد تحريك كوب واحد فقط. لا تقولون لي أبدل اثنين بخمسة، يلا يلا. لا نايمين. أربعة كيف أربعة؟ أعطوني حل. أربعة خمسة وستة نكوب مع بعض. خمسة وستة؟ لا أنا ما أبي أحرك كله كوب واحد فقط. ممتاز، أفرغ الكوب رقم خمسة بالكوب الرقم اثنين، يعني ما راح أحرك كله كوب رقم خمسة. فنشطكم شوية نكمل. ممتاز ممتاز، نفرغ كوب الكوب الخامس إلى الكوب رقم اثنين. طيب أيضا من الأمور اللي تخلينا نهندس مشاعرنا إن إحنا نواجه أفكارنا السلبية. لا تقول لي والله كون صاحب تفكير إيجابي، لا تهتم بالأمور السلبية وخلاص لا تهتم فيها، عدي يومك ومشي يومك. لا لا، أنا ما أقول لك مشي يومك، أنا أقول لك واجه أفكارك السلبية. بضرب لكم مثال، مثلاً أنا راكبة سيارة والسيارة هذه عطلانة، المحرك حقها عطلان يصدر صوت، محرك السيارة يصدر صوت. أنا برفعي صوت المذياع أو برفعي صوت المسجل قد لا أسمع الصوت، فعلاً أنا ما راح أسمع صوت المحرك العطلان، ولكن هل انحلت مشكلة المحرك؟ هل انحلت المشكلة؟ ما انحلت المشكلة. صحيح أنا مو قاعدة أسمع الصوت، أنا مو قاعدة أسمع الصوت، أنا رافع صوت المذياع ورافع صوت المسجل، ولكن العطل موجود، الصوت موجود. وممكن أن هذا العطل كان بس بالبداية فقط مجرد صوت، لكن لاحقاً ممكن يؤدي إلى توقف السيارة أو مثلاً تحترق السيارة أو ما إلى ذلك، يؤدي إلى حتى إلى حادث. فلازم أواجه أفكاري نفسها، حالها حال مشاكلي، أعطي نفسي قدر من تفريغ مشاعري السلبية، أواجه أفكاري السلبية، ما ألغيها أو أهمشها وكأنها غير موجودة. لا، أنا أنزل من السيارة أشوف إيش مشكلة المحرك، أحل مشكلة صوت المحرك العطلان، مو فقط أرفع صوت المذياع وأرفع صوت المسجل، حالها حال مشاكلنا والمواقف اللي نمر فيها بالحياة. بالضبط. أيضاً استبدلوا الأفكار السلبية بأفكار إيجابية، بمعنى في فكرة دائماً تتمر في بالنا أو شيء أصلاً أساسي كذا بتركيبتنا الفسيولوجية، أن مخك وعقلك ضروري يجاوب على الأسئلة اللي أنت تسألها، لازم كذا، هي تركيبة أجسامنا كذا، أنت لما تسأل نفسك لازم ترد على نفسك. بمعنى أنا ليه حزينة لهالدرجة؟ إيش معنى أنا تحصل لي هالمواقف؟ ليه الحياة بائسة لهالحد؟ ليه الحياة سودة لهالحد؟ ضروري عقلك راح يجاوب، مخك كذا متركب لازم يجاوب، يعطيك أجوبة، والله حياتك سودة لأن أنت تعرضتي لهذا الموقف وهذا الموقف وهذا الموقف، وأنت فقدتي وأنت خسرتي وأنت فشلتي. طيب لما أستغل القوة هذه، القوة الخارقة للأسئلة، بتحويل السؤال بطريقة إيجابية، أهندسها بطريقة إيجابية؟ بمعنى كيف أكون أكثر حظ؟ كيف أكون أكثر سعادة؟ كيف تكون حياتي أفضل؟ الآن مخي وعقلي لازم يجاوب، ضروري راح يجاوب كذا، هي تركيبة عقولنا لازم أنها تجيب على الأسئلة اللي إحنا نطرحها. فبتعطيني أسباب أو طرق تخليني صاحبة تفكير إيجابي، أو كيف أنها تكون حياتي أفضل، مثلاً بتحسين الوظيفة، بتحسين علاقة معينة، بتحسين أمر معين. فبتعطيني طرق
لكن أنا لما أسأل نفسي وليه الحياة سودة وليه الحياة بائسة، فلازم عقلك راح يجاوب، لكن راح يجاوب بطريقة سلبية. أنا أحول هذه الأسئلة إلى أسئلة إيجابية، بأن كيف تكون حياتي أكثر حظ، كيف أكون أنا أكثر سعادة. الفكرة واضحة كذا. فأسأل نفسك نوعية الأسئلة اللي توجه تركيزك على الجانب الإيجابي للحياة. أيضاً قللوا من المؤثرات الخارجية اللي تحفز مشاعركم السلبية. ألعاب فيديو عنيفة، موسيقى حزينة، بعض الأفلام الدرامية، الأفلام الكئيبة، هذه كلها قد تؤثر على سلوكنا العام اليومي. فقلل شوي من تعريض نفسك لهذه المحفزات المجهدة. استمع مثلاً للقرآن، للموسيقى الهادئة، اقرأ الكتب اللي تساعد العقل للاسترخاء، الدورات اللي تعطي شوية تفكير إيجابي ومهارات التأقلم مع الحياة، أو الأشياء اللي فيها تنمية ذاتية. هذه كلها تمنحنا أفكار مفيدة حول إن إحنا كيف نكون أشخاص أكثر سعادة. فلذلك قلل شوية المؤثرات الخارجية اللي تحفز مشاعرنا السلبية، الدراما والحزن هذه لاحقين عليها. أيضاً تجنبوا التفكير بالأبيض مقابل الأسود. معلش شوي في حصل لخبطة بالعرض، ولكن تجنبوا التفكير الأبيض مقابل الأسود. هذا التفكير اسمه الاستقطاب. إيش الاستقطاب؟ هذا الاستقطاب يخلي كل شيء بحياتك إما صح كلياً أو خطأ تماماً، يعني إما كل شيء سلبي أو كل شيء إيجابي، يا أسود يا أبيض، ولا كأن في ألوان رمادية في المنتصف، ولا كأن في ظلال. يعني بمعنى أن النتيجتين لا ثالث لهم، يا إيجابي يا سلبي، بدون نواتج محتملة، بدون أي بدائل. بمعنى يا أني أنا أنجح ممتاز بمرتبة الشرف، ولا أني أنا أرسب ما أحضر الاختبار. لا لا لا، إيش الأفضل، أن أنت ترسب أو تفشل في هذا الاختبار، ولا أنك تأخذ جيد أو جيد جداً أو حتى مقبول؟ وين الأفضل؟ ترى في ظلال، في درجات رمادية بالمنتصف، مو لازم مع مرتبة الشرف. أكيد أنا أطمح لمرتبة الشرف، أنا أكيد أطمح للممتاز، ولكن إيش الأفضل؟ جيد ولا رسوب؟ أكيد جيد. فتجنبوا تفكير الاستقطاب، يا سلبي يا إيجابي. ركزوا على اللون الرمادي، ترى في لون رمادي في المنتصف. قيسوها على حياتكم، قيسوها على المواقف اللي تمرون فيها. أيضا تجنبوا افتراض، من الأشياء اللي تهندس مشاعرنا إن إحنا نتجنب إن افتراض المشكلة فينا بشكل شخصي. بمعنى واحدة كذا سلمت، رايحة الدوام وسلمت على زميلتها ما ردت عليها، أو ردت كذا بدون نفس، ما ابتسمت لها، تجلس طول اليوم، والله ليه ما ابتسمت لي، أكيد أنا سويت شيء، أكيد الغلط مني، أكيد أنا السبب، وتتعطل أعمالها ولا تركز حتى في عطائها، ولا تركز في قدرتها الوظيفية، ولا شيء. كل تفكيرها منصب ليه ما ابتسمت لها زميلتها لما هي صبحت عليها. تجنبوا افتراض أن المشكلة متعلقة فيكم بشكل شخصي، ترى عادي، مو لازم أن أنت تجلد ذاتك وأنت الشخص المسؤول اللي يجب لومك على كل شيء يسير بشكل خاطئ في حياتك. لا، ببساطة يمكن هذه اللي ما ابتسمت ما لها مود تبتسم، كذا مزاجها ما هي حابة أنها تبتسم، أو مرت بظرف، أو مرت بحادث، أو حصل لها موقف ما يتعلق فيك، مو مرتبط فيك. مو لازم أن نجلد ذاتنا أو نفترض أن كل المشاكل متعلقة فينا بشكل شخصي. أيضاً من الأمور اللي تساعدنا في هندسة مشاعرنا أن إحنا نتجنب التفكير بأن كل أمر سلبي أمر كارثي. مثلاً الآن، مثلاً في فترة كورونا، أنا أكيد بطلع، وإذا طلعت
أكيد بنصاب بالفيروس، وإذا انصبت بالفيروس برجع البيت، وإذا رجعت البيت راح أنقل الفيروس لأهلي، وأكيد أنا بموت وهم بيموتون وخلاص. لا لا، طيب ببساطة أنت لا تطلع إلا للضرورة، وإن طلعت وإن خرجت استعن بالسبل الوقائية، عقم، وخلينا نفترض أن بالفعل يلا وقدر الله وما شاء فعل وفعلا أن أنت انصبت، هل من الضرورة أن أنت لما تنصاب راح تنقل هذا الفيروس لأهلك؟ لا. طيب يلا خلينا نفترض أن هم أيضا انصابوا، طيب هل من الضرورة أن أنكم تفارقون الحياة؟ لا، في ناس انصابوا وبعدها تشافوا، في طرق وفي علاج وفي في أمور كثير. فليه نفترض أن كل أمر سلبي أمر كارثي؟ أيضا بمعنى مثلا مثال ثاني، أن مثلا أنا خايفة من الاختبار، عندي اختبار وخايفة منه، لا أنا أكيد راح أرسب بالاختبار، وإذا رسبت بالاختبار أكيد راح أرسب بالمادة، وإذا رسبت بالمادة أكيد راح يطردوني الجامعة، وإذا طردوني الجامعة ما راح ألقى وظيفة. طيب ليه؟ ليه ليه الكارثية والدرامية لهالدرجة والمأساوية؟ قيسوها على أمور حياتكم. طيب الآن مثلاً خلينا على افتراض أن فعلاً أنت دخلت بالاختبار وفشلت في هذا الاختبار، طيب هل من الضرورة أنك ترسب في المادة؟ ممكن أن تنجح بالاختبار التالي، أو في درجات تحسين، أو في بحث تعويض، أو ما إلى ذلك. طيب يلا بمشي معاك بالخط، فعلا رسبت بالمادة، طيب هل من الضرورة أنك ترسب بكامل السنة؟ طيب إذا حملت هذه المادة لا. طيب هل من الضرورة أن أنت تنطرد من الجامعة؟ لا. طيب خلينا نفترض أن فعلا طردات الجامعة، هل من الضرورة أن أنت ما تتوظف؟ أصلاً أغلب الموظفين ما عندهم شهادات واللي عندهم شهادات جالسين بالبيت. فخلينا يعني لازم نتجنب هذا التفكير الكارثي والتفكير المأساوي. فعلاً هذه الأمور تساعدنا على هندسة مشاعرنا. طيب خلينا ناخذ كده بريك. إيش كمية الماء الأكبر في أي كوب، A ولا B ولا C ولا D، بشكل سريع؟ أم كلهم متساوين؟ أم كلهم متساوين؟ إيه ولا بي ولا سي ولا... لا طبعاً، وش اللي إيه؟ حرام عليكم. بي لأن مساحة المشبك أخف مساحة، فما أخذ يعني يخيل لنا أن الماء متساوي، ولكن لا ليس متساوي، المشبك هو أقل مساحة بينهم. طيب أيضاً زيارة الأماكن اللي تشعرنا بالهدوء، اللي تخلي مشاعرنا وخلايا مخنا تدغدغ، حتى مو ضروري انك تطلع حديقة او تذهب للبحر او تذهب للبر، حتى لو في أريكة زاوية في المنزل، لو حتى سريرك، لو طالع السقف، شوف المكان اللي يشعرك بالهدوء، كذا تصفي ذهنك من كل أمر. أيضا اعطي نفسك الوقت الكافي للتغيير، في جروح بسرعة تلتئم، وفي جروح لا تحتاج وقت. عط نفسك وقت عشان الجروح تلتئم. أنا بضرب لكم مثال الجرح العادي، جرح بجسمك، في بعض الجروح كذا بس خدوش، وفي جرح لا والله فعلا الجرح عميق يحتاج. لكن أنا دوري بهندسة مشاعري أني أنا أطبطب على هالجرح، أحط له معقم، أحط له لزقة جروح، أعتني فيه عشان ما ينتشر، عشان ما يكبر، عشان يلتئم بسرعة، ما أتركه كذا مكشوف والبكتيريا تدخله وينتقل لأماكن ثانية. ترى ما حد يطبطب عليك، أنت راح تطبطب على نفسك. اعتني بجروحك واعطي نفسك وقت كافي للتغيير. يعني الآن أكاد أجزم، لا أنا متأكدة 100% الجميع هنا في هذا البرنامج التدريبي حصل له موقف سلبي، فقدان قريب، موت قريب، فشل علاقة، فشل مشروع مالي، خسارة أمر معين، الكل تعرض لهذا الموقف. لكن في وقت هذا الموقف فكرنا أن الحياة خلاص وقفت،
فكرنا أن الأمور ما رح تمشي، لكن الأمور مشت. اليوم حاضرين اللقاء وفاتحين نادي إيزي كوتشينج ومتغدين ومتعشين ومتقهوين والحياة ماشية. فحط نفسك الوقت الكافي للحزن، تقبل أن مثل ما في فرح في حزن، مثل ما في سلبية في إيجابية. فلا تفكر أن كل شيء سلبي وكل شيء أو كل شيء إيجابي، لا، أعطي نفسك وقت. أنت لما تحضر دورة، مثلاً تحضر دورة إنجليزي، على طول أنت بتطلع من الدورة وبلبل إنجليزي، على طول راح ترطن باللغة خلاص، ولا أنك تقرأ كتاب تعليم اللغة الإنجليزية، على طول راح بعد قراءتك لهذا الكتاب راح تكون متمرس ومتمكن. لا، نفسها نفس امتلاك نظرة إيجابية بالحياة. تحتاج ممارسة صادقة، تحتاج وقت، تحتاج تمرن. لا تقول لي أنا أحضر وأنا أعرف كل هذه الأمور ولكن ما تغيرت نظرتي. طيب أنت ما تغيرت نظرتك ليه؟ لأنك ما مارست ممارسة صادقة. فعطي نفسك وقت كافي للتغيير، عطي نفسك وقت لممارسة صادقة وتذكير دائم لنفسك عشان ما تنتكس وتقع ضحية للأفكار السلبية. أيضا تمتع بالإيجابية الجسدية، من الأمور اللي تساعدنا على هندسة مشاعرنا أن احنا نتمتع بالإيجابية الجسدية. يعني بمعنى عاداتك الجسدية، لما عقلك راح يحذو حذو العادات الجسدية، لما أنت تنتهج سلوكيات بدنية إيجابية راح تتغير نظرتك للحياة. بمعنى لما أنت تدخل كذا مكان وتتسحب خطواتك وكتفينك متراخية وما لك خلق لجيتك لهالمكان، لا إراديا راح يكون يومك سلبي. ليه؟ لأن طريقتك بالمشي ما كانت فيها إيجابية. لكن أنت لما تدخل هذا المكان بمشية واثقة وبخطوات واثقة، كتفك للأعلى، ظهرك مستقيم، لا إراديا عقلك راح يحذو حذو هالشغلات البسيطة. فابتسم، ابتسم، حتى ابتسامك للآخرين راح يخليك متمتع بالإيجابية الجسدية. فعل الابتسام نفسه راح يقنع جسدك أنك أنت تشعر بالسعادة، ولا إراديا الشخص اللي أمامك راح يبتسم لك. فأيضا من الأمور اللي تساعدنا بالتمتع بالإيجابية وهندسة مشاعرنا بشكل إيجابي هي الابتسامة أو العادات الإيجابية الجسدية بشكل عام. وسبحان الله العواطف وهندسة مشاعرنا تأثر حتى على جسمنا، حتى على أمراضنا، حتى على بشرتنا. نتلاحظون يا بنات متى تتسلط بشرتك صافية صافية؟ متى تطلع الحبة؟ قبل العيد، قبل الزواج، قبل المناسبة. ليه؟ لأن مشاعرنا، طريقة تفكيرنا كانت مختلفة. أيضا ما تلاحظون لما إحنا نحزن ولا نضايق نتنهد كذا لا إراديا، صعوبة بالتنفس. ليه؟ لأن جسمك فعلا يحتاج أكسجين، يحتاج تنفس، قولون، زيادة ألم في البطن، كل هذه الأمور، حتى بالكبد، ارتفاع مستوى الحماسة ممكن أو يسبب صدمة بالقلب أو سكتة قلبية. لما تضحك يتلاشى التوتر، لما تحب تتلاشى عندك مشاعر الخوف، لما تكون سعيد راح يقل الاكتئاب. كل هالمشاعر الإيجابية البسيطة ترى ممكن تنقذ حياتك، راح تضيف لها حياتك سنوات جديدة. حتى قدرتك على الذاكرة سبحان الله لها مرتبطة حتى بالمشاعر. المشاعر السلبية تساهم في إضعاف ذاكرتنا. ليه؟ لأن عقلنا الباطن ومخنا يحاول بقدر الإمكان أنه يعزز النسيان تجاهها، أبي أنسى هالموقف السلبي، فهالأمر يضعف ذاكرتنا. ولكن العواطف والمشاعر الإيجابية تبقى في الذاكرة وتقوي الذاكرة،
فلازم نستبدل هذه العواطف السلبية بعواطف أو مشاعر إيجابية، أستبدل الكره بالحب، أستبدل الاكتئاب بالحيوية، أستبدل القلق بالإطمئنان، أيضا أمارس التأمل الذهني. خلينا كلنا في بس ثانية شهيق وزفير، بس كذا ثانية وانتم مغمضين، ما ارتحتوا كل هذه، حاولوا شفتوا هذه الشهيق والزفير، لو 5 دقائق أو 10 دقائق فقط باليوم راح تساهم في زيادة وعيك لنفسك. الآن بس مرة واحدة وارتحنا، فما بالك ب5 دقائق كل يوم. كل هذه الأمور ترى تساعد على هندسة مشاعرنا. حتى اليوغا من الأمور جدا المهمة، تساعد حتى على التواصل مع التنفس الداخلي بجسمك، الأنفاس العميقة، الاسترخاء العقلي، كل هذه الأمور تخلي خلايا مخنا كذا تدغدغ. فالشهيق والزفير هذا لو بخصص له وقت، لو 5 دقائق باليوم، مارسوا هالممارسات ممارسة صادقة، لا تقرونها وخلاص وتعدونها، حاولوا واكشفوا خلينا يلا ناخذ لغز، ابي احرك عود ثقاب واحد وتكون المعادلة صحيحة، ابي بس عود ثقاب واحد احركه وتكون المعادلة صحيحة. الان المعادلة خاطئة، 0+3=2، ابي عود ثقاب واحد احركه وتكون المعادلة صحيحة. يلا ابي اقولكم كذا تتنشط بسرعة. اوكي رقم 2 شو اسوي فيه؟ ممتاز، العود اللي في رقم 2 احركه الى الجهة اليمنى وتكون رقم 3، او رقم 3 احرك العود اللي برقم 3 احركه من الجهة اليسرى وتكون 0+2=2. اكشفوا الجانب المبدع في شخصيتكم. الان كم الساعة؟ الان يلا جاوبوني، الان كم الساعة؟ يلا 10 عندكم، احنا عندنا 9، 8:58. انا اقدر ارجع دقيقة واحدة بس بزيد معلومة واحدة، ابي ارجع دقيقة، يمدي ارجع دقيقة؟ لا، لو ثانية واحدة انا ما راح اقدر ارجع. فكر الان بحاضرك وفكر فقط في مستقبلك. الآن 8:58، أنا ما أقدر أرجع له دقيقة واحدة. فأكشفوا الجانب المبدع في شخصيتكم الآن ومستقبلاً. لا تقولون أنا ما عندي، أنا ما أدري وما كيام. لا خلاص الحسرة هذه خلاص انتهينا، عرفنا ما عندك جانب مبدع، فكر الآن فكر. فدوروا الجانب المبدع في شخصيتكم وتواجدوا حول أفراد إيجابيين. من الأمور اللي تساعدنا على هندسة مشاعرنا إن إحنا نحيط نفسنا بأشخاص إيجابيين، مثل الأشخاص اللي الآن في نادي إيزي كوتشينج وفي اللقاء هذا. حاول تنتقي صداقاتك وتنتقي علاقاتك، ترى هالأمر فعلا يساعدك على هندسة مشاعرك. الناس المحبطين، الناس السلبيين، سوي لهم بلوك، مو ضروري بلوك واقعي، حتى لو بلوك ذهني لا تسمع لهم. طب تجيني وتقول لي يا عايشة طيب أنا زوجتي هي السلبية، يا عايشة أنا زوجي هو السلبي، يا عايشة والله أختي هي السلبية، أنا أمي، أنا مدري إيه، ما أقدر، صديقتي أقرب صديقة هي السلبية. مو ضروري أنك أنت تغيرها، لكن قدامك حلين، فقط قدامك حلين. يا أنت تحاول تغير نمط تفكيرهم وتخليهم ينظرون للعالم من منظور إيجابي، يا أن تتعلم أنت كيفية عدم السماح لهم بالتأثير لك ولا تخليهم يتأثرون فيك. لا تشاورهم بالأمور مثلاً اللي لها علاقة بالإيجابية، خلاص خلي علاقتك فقط مقتصرة بأمور معينة. يعني مثلاً تفتح مشروع، لا تشاورهم بعد المشروع لأنهم راح يموتونك، فشاورهم بأمور ثانية. فأيضا تواجد حول أشخاص إيجابيين، الأماكن اللي فيها تطوع، نوادي الكتب، اجتماعات الأندية بالتوست ماسترز وما إلى ذلك، كل هذه أماكن إيجابية فيها غالبا راح يكونون أشخاص إيجابيين. فحاول أنك تنتقي علاقاتك وضع لنفسك أهداف ذات معنى. مثلا
الهدف الإيجابي يجذب هدف إيجابي لا إرادياً كذا. الأهداف تجذب أهداف، الإيجابية تجذب أهداف إيجابية. مثلاً أنا كان هدفي النجاح في الدراسة، طيب أنا لما نجحت في الدراسة على طول يصير هدفي الوظيفة. طيب بعد ما أنا أتوظف أنا هدفي إني أنا أكون رئيسة قسم. طيب بعد ما يكون عندي هدف رئيسة قسم وأحققه أبي أكون رئيسة إدارة وما إلى ذلك. الإيجابية تجذب إيجابية مثل الأهداف. الأهداف أيضا تحقيقها يصل الفرد فيها لحالة من الإلهام لجذب أهداف أيضا جديدة. اعمل على تحقيق أهدافك حتى وإن كانت خطوات بسيطة، ولا تنسى توفر لنفسك شوي وقت من المرح والاستمتاع. في مثال في الدورة الأولى أو في البرنامج الأول أنه حب الذات والتضحية، استغربت من البعض أنهم يفكرون هذا الأمر إيثار وتضحية. طيب جميل جميل، والله جميل الإيثار وجميل التضحية، ولكن تخيل نفسك أنت زي المصباح، أنت مثل النور، أنت ترى والله مثل النور، لو طول الوقت بس تضيء الآخرين، فقط كذا تضيء الآخرين، تضيء الآخرين وتنور طريق الآخرين، إيش بصير لنورك؟ قل لي إيش بصير لنورك؟ رح يبهت، رح يجي يوم ويطفى. فجميل أنك تنور طريق الآخرين، ولكن اشحن نفسك كذا بالبطارية وحط لك وقت كذا شوية تشحن طاقتك فيه عشان يظل نورك متوهج، لكي يظل عطائك على نفس الوتيرة. لا توهب نفسك، حتى الأم مثلاً توهب نفسها لزوجها وأولادها وعيالها، ونفس الشيء الأب كل وقته في الدوام وفي الشغل فقط ليؤمن سبيل العيش وينسى حتى من لحظات المرح ولحظات الاستمتاع. لا، اشحن طاقتك عشان يكون نورك متوهج. فلا تفوتون هذه اللحظات اللذيذة، حتى لو طلعت كافي، طلعت مقهى، مشاهدة مسرحية مضحكة، مقطع مضحك، كل هالأمور ترى فعلاً تساعدنا على هندسة مشاعرنا. الإيجابية تجذب إيجابية. أعطوني اختلاف بين الصورتين بسرعة بسرعة بسرعة، الوقت يداهمنا. أعطوني اختلاف بين الصورتين. يلا. الطيور مو موجودة، الطيور اللي الصورة الثانية مو موجودة. طيب ممتاز. الطيور، إذا كانت الجهة المقابلة لك تحوي على عشب أكثر اخضراراً مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. ولكي تنجح يجب أن تكون رغبتك في النجاح تفوق خوفك من الفشل. أتمنى أني أنا أكون وفقت في هذا السرد. أتمنى أن استفدنا من هذا الموقع، البرنامج التدريبي فيه واللي ساعدنا لهندسة مشاعرنا. بس قبل النهاية بعطيكم مثال. أوجدوا الإيجابية من العدم. مثلاً الآن حصل لك حادث سيارة لا سمح الله ولا قدر الله، الآن حصل لك حادث سيارة، حتى في وقت الحادث أوجد لنفسك لحظات إيجابية. بمعنى أنا ممكن أن قبل الحادث الحمد لله سويت المقابلة اللي أنا أنتظرها، أو المقابلة الوظيفية اللي أنا أنتظرها، أو قابلت أصدقائي. أوجد لنفسك طيب الحمد لله أنا فعلا صار لي الحادث وتضررت السيارة، ولكن ولله الحمد لم أفقد رجلي، لم أفقد عيني، لم أفقد سمعي، لم يعني. أوجد لنفسك أشياء من العدم. ترى سبحان الله كل هالأمور البسيطة تخلينا نفكر أنه ترى الأمور كانت راح تكون أسوأ بمراحل. راح تتفاجأ أن كيف كان يومك جيد وكيف كان يومك إيجابي لما تنظر له بهالأسلوب. أنا بالنهاية بشر، قد أخطأ وقد أصيب، إن أخطأت فهو مني، وإن أصبت فهذا ما أرجوه. حياكم الله جميعا. حياك الله يا عائشة. أنا من النوع يا عائشة الذي لا يعجبهم العجب ولا الصيام برجب، ومع ذلك أقول لك الله 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 يا عائشة، مبدعة، متألقة، محلقة، محفزة. يبدو أن السعودية الحبيبة ولادة إبداع، وأنت مثلت بلدك خير تمثيل بهذه الورشة. يعني أنا من المدربين، لكن لم أسمع طيلة حياتي مثل هذا الألق
من الناحية من ناحية تمثيل المعنى، من ناحية الصوت، من ناحية أنا لا أريد أن أكون مقوما لخطبتك لورشتك، ولكنني أعجبت بها كثيرا. والشاعر يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وأقول لكل من يسمعنا، الله يبارك فيك، وأقول لكل من سمع عائشة من أحبتنا: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. وأنت رائعة ما شاء الله عليك. قبل أن أنقل الحديث للدور الثاني في اجتماعنا لهذا، أرحب باسمكم جميعا بالدكتور بسام الجزاف المتحدث الإعلامي الرسمي. تحياتي يا دكتور بسام، كنت قد ظهرت يعني، والآن أنت ظاهر، أنت إنسان يعني أسعدتنا وشرفتنا بوجودك في هذا النادي وبحضورك لهذه الورشة. أترك الحديث بس يعني دقيقة أو دقيقتين زيادة عن للأخ أبو علي محمد دشتي ليعرف بصديقنا العزيز وبأخينا المميز المحلق دائما الدكتور بسام الجزاف. شكرا لك دكتور سلطان، وشكرا لمقدم الورشة أيضا الأستاذة عائشة الناجم. قبل سنوات حضرت دورة تدريبية كان مدتها يومين، من سنوات عدة، وكان في شخص أنا معجب فيه منذ سنوات، أشوفه كل يوم بالتلفزيون، وشخصية ما شاء الله متألقة، وأيضا يعني نجم من نجوم تلفزيون دورة الكويت. جيت قلت له: يا أبو حسين، أنا حاب أدخل الإعلام. يقول لي: محمد، الإعلام وايد سهل. الإعلام تقدر تبدأ فيه من تليفونك، تقدر تبدأ فيه من أي مكان. ابدأ، صدقني، إذا بديت في يوم العالم إيه اللي راح تيك؟ مو أنت راح تروح لها. قال لي هالكلمتين وراح عبر السنين. أنا اليوم حاب أقول لك يا أبو حسين، نصيحتك كانت قدامي طول الوقت، واكتشفت أن الإعلام موجود، موجود في بيوتنا، موجود في شوارعنا، موجود في موبايلاتنا، موجود في كل مكان. وإحنا اللي نقدر نصنع من نفسنا نجوم. لكن مثل نجمنا اليوم اللي موجود معنا في الاجتماع وحابني أرحب فيه، الدكتور بسام الجزاف الإعلامي والممثل الإعلامي أيضا من تلفزيون دولة الكويت، ونجم من نجوم تلفزيون دولة الكويت أيضا، دكتوراه في النقد التلفزيوني، وأيضا هو صاحب البرنامج الوحيد في دولة الكويت للتأهيل والدخول في تلفزيون الكويت كمقدم لهذه البرامج. وأيضا إن شاء الله إن شاء الله فالك الكرسي يا أبو حسين، فالك الكرسي يا دكتور بسام الجزاف، أيضا هو مرشح عن الدائرة الأولى في دولة الكويت في انتخابات مجلس الأمة القادمة، وإن شاء الله تكون خير ممثل لنا. حاب أني أسمع كلمتين منك يا دكتور، وحاب أني أعرف، وخصوصا الصدمة للجميع أنه هو كان عضو توست ماستر قديم، ما بيتكلم عنه زيادة، أحب أني أسمع منك كلمتين. دكتور بسام الجزاف، المنصة لك. جزيل الشكر. دكتور بسام، ما عليك أمر، في حطيت ميوت، ممكن تشيله، أنا آسف. أنا ميوت. أوكي، مناسب. مناسب. تحياتي لكم جميعاً وين ما كنتوا، داخل الكويت وفي دول الخليج وفي أي دولة عربية. أشكر التكنولوجيا اللي تجمعنا على الخير والمحبة حتى نستقي من هذا العلم الموجود ونتناقله. أنا دائماً أقول العلم عندما تتناقل ما بين الآخرين لن ينقص منك شيء. اليوم لو أنا عندي دينار وأردت أن أعطيه حق محمد، هو يأخذ الدينار، أنا أصير عندي المحصلة صفر. لكن العلم لا نبخل فيه، لأن لو أعطيت المعلومة لمحمد أو محمد أعطاني المعلومة، المعلومة اللي عندي سوف تكون عند محمد وتكون لدي في نفس الوقت، لم أفقدها. تحياتي لكل الموجودين اليوم معنا. أنا تفحص الأسماء، توقعت الجروب قليل، حتى أنا أشكر وأرحب في شخص من الأستاذة نعيمة موجودة عندي، الأستاذة زينب، وكل الموجودين، الأستاذ سلطان، والأستاذة عائشة الناجم، محمد أشتي، ولكن الأسماء كثر، فبالتالي راح أرحب تحية لجميع الآنسات والسيدات والرجال المتواجدين معنا اليوم بشكل سريع حتى ما أخذ من وقت الورشة، لأن اليوم
أنا ضيف ومستمع، شفت وسمعت اللقاء والورشة اللي قدمتها الأستاذة عايشة، تمتاز الأستاذة عايشة، وما بأزيد على الأستاذ سلطان في هذا الكلام، أن تمتلك صوت مريح. هذا الصوت لو سولفت وتكلمت لمدة ساعة ساعتين ثلاثة جدا مريحة للأذن، فبالتالي هذه جزئية يجب أن يتمتع فيها من يريد أن يكون متحدث ناجح، عليه أن يمكن مهارات صوته بحيث أن يعلم بوضوح لفظه، مخارج ألفاظه، نبرة الصوت، تلوين الصوت، سرعة الصوت. في البعض منهم يعني يكون سريع أحيانا. أنا في البداية شعرت أن عايشة سريعة مع حفظ الألقاب للأستاذة عايشة، لكن قلت إن شاء الله ما تستمر في السرعة، لكن بعدين بدأت تتغير، وهذا عرفت أنها إنسانة احترافية متمكنة في تلوين صوتها ما بين الصعود والنزول. الإنسان تتعامل معه بشغلتين، صورة وصوت. إحنا حياتنا عبارة عن صورة وصوت، الله عطانا العين وعطانا الإذن حتى نسمع، فبالتالي نحتاج إلى أن نكون متحدثين ناجحين أن نركز على لغة جسدنا ونركز على نبرات الصوت. أرجع لورشة اللي دخلت فيها بشكل سريع، واسمحوا لي دخلت متأخر، كنت بصحبة الأهل وحاولت بقدر المستطاع أني أكون وياكم من خلال هذا اللقاء الجميل. استمعت إلى محاضرة ورشة الأستاذة عايشة. أرجع وأقول كلنا نعرف الصح، وكلنا نعرف أن الأكل الصحي يعطينا جسد صحي، ونعرف أن التحدث والتنفس والابتعاد عن الناس السلبيين، ولكن دائما ينقصنا التطبيق. لذلك حتى أن نحن نلتزم بهذه العادات الجميلة اللي ذكرتها الأستاذة عايشة، والتي ليست هي حكرا موجودة كعلم وشفناه وتينا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تحظى مثلا بصحة جيدة اتبع العشر خطوات، حتى تحظى بقلب سليم عليك بهالعشر مأكولات. نسمعهم ونعيهم ونعرفهم ولكن ما نطبقهم. ليش؟ لأن محتاجين نعلق الجرس، الجرس اللي ينبهنا. لذلك أنا دائما أقول الناس المنظمة عليها أن تكتب كل شيء في تلفونك، على تابلوم السيارة، حتى ورقة خفيفة لو تحطها على السرير قبل لا تدخل. مثلا أنا متعود أن مثلا لازم لما أدخل عندي أذكار أقولها قبل لا أنام حتى أني أشعر بالراحة، لأن هذا ينعكس انعكاس إيجابي. يا جماعة، في يعني مع كامل احترامي لجميع الديانات إن شاء الله ويانا، عندما تشعر بالضيقة تذهب لي مثلا أداء فريضة ركعتين أو قراءة شيء من القرآن حتى تشعر بالسكينة على روحك. في ناس تأخذ شاور، في ناس يروح البحر، في ناس يتمشى، في ناس أنا آسف مثلا يقوم مثلا يدخن، في ناس يشرب قهوة، في ناس يترك مكانه ويطلع. كل واحد له أسلوب حياة. فاللي قالتها للسادة عايشة سمعناه، أتمنى أن يطبق. نقطة أخيرة على هذا الموضوع بالنسبة اللي ذكرها الأستاذ محمد بالنسبة لموضوع التوست ماستر، كل إنسان التحق بأندية التوست ماستر فهو إنسان ناجح. التوست ماستر علموا أولادكم إلى الدخول إلى أندية التوست ماستر. إذا شعرتوا أن الالتحاق بنادي التوست ماستر يأخذ منك وقت وتحس أنك أنت مو قادر أنك تروح، أنشئ توست ماستر عندك في البيت. علم أولادك على وجود توست ماستر بقوانينها بطريقتها، ثقوا تماما. أنا في يوم من الأيام قلت أن التوست ماستر هو منهج حياة، منهج حياة تستطيع من خلاله أن تقوي من كاريزمتك، أن تقوي من شخصيتك، أن تدعم شخصك، وأن تكون إنسان قيادي. تحياتي لكم. أعتقد أن هذه المداخلة ما أبي أزيد فيها أكثر من هذا الكلام، وسوف أستمتع معاكم في بقية الورشة. وأنا اللي يعني ندمان أني ما حضرت معاكم في البداية لانشغالي مع الأهل، وأنتم طلقتوا في الساعة السابعة تماما. تحياتي لكم، ميكروفون معكم. حياك الله يا دكتور بسام، تحياتنا لك ولهذه الإضافات المميزة، تشرفنا بحضورك وأنت قامة معروفة، نسعد بالسماع لها ونتشرف بالآراء التي تطرحها، ويعني أنت على الرحب والسعة في هذا الاجتماع. شكرا لك مرة أخرى دكتور بسام. الآن ننطلق إلى الدور القادم. أقول لكم، هل تريد أن تكون مبدعاً في هذه الحياة؟
أول خطوة لك إذا أردت ذلك أن تحتك بالناجحين وأن تستمع إلى أفكارهم ومحاوراتهم. ولهذا نحن سنسمع للجميل عبد الله حمدان من قطر الشقيقة. إذا نظرت إليه دخل إلى قلبك دون استئذان، وإذا تحدث سرى مع الدماء. يا عبد الله، أحببتك منذ أول لقاء لنا بك في اجتماع نديكم في قطر، والآن دورك في هذا الاجتماع هو دور المقوم العام، وأرجو أن نعتمد أيها الأحبة، كوني متخصصا باللغة العربية، أرجو أن نعتمد بعد الآن في نادينا هذا على الأقل كلمة مقوم وليس مقيم، لأن اللغة العربية ليس فيها كلمة مقيم، هي من قومة وليس من قيمة. والمقوم يحمل التقييم بالمعنى، يعني الذي يقوم الاعوجاج لابد أن يكون قد أعطى قيمة لما يريد التحدث فيه. ففي اجتماعاتنا في نادينا نعتمد كلمة مقوم وليس كلمة مقيم. المقوم العام TM عبد الله حمدان، المنصة لك. شكرا جزيلا دكتور سلطان على هذه الكلمات الجميلة والتي لا أعرف كيف أجيب عنها أو كيف أرد بعد هذا الكلام. دكتور، نحن نتعلم منك، وإنما نقوم ويحسن أداؤنا بما نسمعه من كلمات ومن يعني ما تعلموننا إياه. بارك الله فيك دكتور على هذه الكلمات. وأعزائنا الحضور، ننتقل بكم إلى دور المقيم العام، وهو دور صعب جدا علي اليوم، فأن أقيم اجتماعا كهذا بكل ما فيه من إبداع وجمال وروعة لهو أمر أشبه بالمستحيل، ولكن يعني نقول الله يستر والله نشوف شو اللي بيصير. إذن الشاعر يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا ردت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. فجميعنا هنا في أندية التوست ماستر كما ذكر دكتور بسام قبل قليل نتعلم في بوتقة واحدة، يتعلم كل منا من الآخر سواء كان صغيرا أو كبيرا. شهدنا اليوم يعني توست ماستر، أنا في العادة كنت دائما يعني أتفاخر بأني من صغار التوست ماستر في دول الخليج عموما يعني، ولكن اليوم الورشة الأولى التي قدمت توست ماستر لينا أصغر مني سنا، فيعني وأن نشهد يعني لمدربة صغيرة في السن هذا العقل الواعي، هذا العقل الناضج، هذا العقل المفكر، هذه الروعة في الأداء والتمكن، لهو شيء يعني جميل جدا ورائع جدا. كوتش لينا أو توست ماستر لينا أو كما تحبين من الألقاب اختاري، يعطيك العافية، أحسنتي وأبدعتي يعني في هذه الورشة. حدثنا عن حب الذات، يعني أنا في العادة على فكرة أنا قاعد في اجتماعات التوست ماستر لما أكون مقيم عام ما أكتب شيء، حلو خلاص، وأعتمد على ذاكرتي في العادة، ولكن اليوم شوفوا يعني 1 2 3 4 صفحات أنا كتبتها اليوم حتى أستطيع أن أتذكر جمال كلماتكم جميعا، وأن أتذكر الإبداع الذي قمتم به جميعا. ورشة الكوتش لينا يعني عن حب الذات ذكرتني في البداية بالمثال الذي أعطته، ربما أرادت أن تلخص هذا المفهوم بأنه لا بأس ولا عيب ولا تكبر ولا غرور في أن نقول، في أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن نتذكر بأن يوسف عليه السلام عندما ذهب إلى عزيز مصر قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا ليس تكبراً، وإنها هو معرفة من الإنسان بقدره وحب لذاته حتى يستطيع أن ينجح. كوتش لينا ربما فعلاً كلمة كوتش مناسبة. الورشة كما لاحظتم جميعاً كانت من أولها إلى آخرها هي تفاعل بين الكوتش وبين الجمهور، كانت تفاعل جميل جداً ورائع، سؤال وإجابة، نقاش
يدور بين الجميع حتى تخرج بالأفكار التي حتى يستطيع كل منكم أن يخرج الفكرة من عنده وليست مجرد محاضرة تلقى إليكم. وهذه نقطة رائعة جدا ومبدعة جدا على الرغم من أنها تقول بأنها مريضة، ولكن إذا كنت مريضة بهذا الإبداع وهذا الجمال فكيف إذا كنت صحيحة سليمة؟ شفاك الله وعافاك وكتب لك الصحة دائما. التوست ماستر أو الكوتش لينا أيضا تكلمت عن ثلاث محاور رئيسية في ورشتها، قدمتها بشكل جميل، عرضت أمثلة لجميع هذه المحاور واستدلت بمقولات كثيرة واقتباسات كثيرة من مشاهير وغيرهم معروفين سواء باللغة الإنجليزية ثم كانت تترجمها باللغة العربية. ثم بعد ذلك أنهت الورشة بمثال بسيط ولكنه يوضح الفكرة العامة، وهو مثال الأنف، حتى تبين بأن حب الذات وحب الناس شيئان موجودان في حياتنا ونحتاج كليهما حتى نصل إلى القمة، حتى نصل إلى النجاح. كوتش لينا بوركتي أحسنتي، كانت ورشة رائعة جدا، يعطيك العافية، ما قصرتي، ما عليك قصور يعني، ويعطيك العافية. أنتقل إلى الفقرة التالية وهي ورشة هندسة المشاعر للتوست ماستر عائشة الناجم، ولا أدري إن كان الأمر مرتباً بهذه الطريقة أو أنها جاءت صدفة أن تناغمت الورشتان معاً حتى أصبحت الفكرة في النهاية هي فكرة واحدة نتحدث فيها فعلياً عن ذواتنا وكيف نستطيع أن نصل بذواتنا إلى كل ما نريد، كيف نستطيع أن نصل بذواتنا إلى أفضل ما نستطيع من نجاح. التوست ماستر عائشة أو دي تي ام عائشة الناجم، كان أداؤك خلال الورشة جدا 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 رائعا، ربما لم تكوني معنا بالصورة ولكن صوتك جعلنا نعيش معك بهذا الأداء الجميل، كما ذكر دكتور بسام، جعلنا نعيش معك كل لحظة، جعلنا نعيش معك الورشة كاملة ولا نمل لحظة واحدة. تحدثت عن أفكار كثيرة جدا في هذه الورشة، كيف نستطيع أن نهندس حياتنا وكيف نستطيع أن نصل بحياتنا من السلبية إلى الإيجابية، أن نستبدل الأفكار السلبية الأفكار إيجابية، أن نتحدث مع أنفسنا بإيجابية وأن نجتنب الأشخاص السلبيين، وكيف بأن العواطف تؤثر على الجسد. وهذا يذكرني بقصة الملك الذي كان سمينا جدا وحاول معه كل الأطباء وكل الحكماء في أن ينحف أو أن يعني يقل وزن جسده، إلا أنهم لم يستطيعوا، حتى جاءه أحد الحكماء فقال له، فبعد أن أجرى الفحوصات قال له: أيها الملك إنك تموت بعد شهر، إنك تموت بعد شهر. فبقي الملك مهموما طوال هذا الشهر حتى وصل إلى نهاية الشهر ولم يمت، فقال: أتوني بهذا الحكيم. فجاء الحكيم قال: هذا مر الشهر وما مت، هذا أنا عايش، أتفاول علي أنت تقولي بعد شهر بموت؟ فقال له الحكيم، قال: نعم لم تمت، ولكن انظر إلى نفسك. فإذا الملك فعلا ضاع يعني نحف نح يعني نحافة، صح دكتور سلطان، نحافة شديدة أو قل وزن جسده بشكل كبير حتى وصل إلى الوزن الذي يريده. فهذا دليل كبير على فكرة العواطف التي تؤثر على الجسد، وأنا أعتقد بأن هذه ربما هي الرسالة الأساسية لهندسة المشاعر، بأنه إذا استطعنا أن نتحكم في مشاعرنا استطعنا أن نؤثر في حياتنا بشكل جميل. في النهاية لهاتين الورشتين أعتقد بأننا نستطيع أن نقول بأن العقل والقلب هما جناحان للطائر الذي يسير وهو الإنسان هنا بهذه الطريقة، فإذا طغى أحدهما على الآخر في وقت ليس وقته فإنه يؤدي إلى كارثة. قد نحتاج أحياناً أن نطير بالعقل كما يحتاج الطائر أن يلتف إلى اليمين فيميل بجناح على الآخر، أو نحتاج إلى القلب كما يلتف الطائر إلى اليسار جناح عن الآخر، ولكن كلاهما يوصلاننا إلى بر الأمان. أما سريعا عن الاجتماع بشكل عام فقد بدأ في وقته تماما في السابعة وهذا رائع جدا وممتاز. رحبت رئيس النادي، وأعتقد وأنا من يعني أؤمن بهذه ومن هذه المدرسة، لا أدري إن كان الدكتور سلطان يوافقني في هذا الأمر ولا، ولكن كلمة رئيس وزن كأمين غيره هي لا تؤنث، وهذا لا يعني بأن النساء لا يرأسن، وإنما لدينا رئيس جميل وهي امرأة،
ولكن كلفظة في اللغة أعتقد بأنها يجب أن تبقى مذكرة. فرئيس النادي توست ماستر نعيم مكلش رحبت بالجميع ورحبت بمؤسس النادي وعرفتنا بتاريخ جميل لم نكن نعرفه عن هذا المؤسس الرائع، وكذلك عرفت بفكرة النادي، ثم بعد ذلك سلمت لهذا المؤسس الجميل ليعرفنا أكثر بفكرة النادي وليقدم لنا هذه الهدية لجميع منهم موجودون. بعد ذلك توست ماستر نعيم سلمت لجميع الأعضاء في النادي ليعرفوا عن أنفسهم سريعا، ثم قدمت الدكتور سلطان وهو عريف الاجتماع. الدكتور سلطان الحريري عرف دوره في الاجتماع وبدأ الاجتماع بطريقة إبداعية جميلة، وأعتقد لا أحتاج أن أقول كم كانت جميلة، لأن لو لاحظتم ربما معظم وقت الاستراحة ذهب في وصف كيف كان جمال مقدمة الدكتور سلطان. فأعتقد بأن الجميع شهد على هذا، ودكتور أنت أستاذنا وليس غريبا عليك، ما شاء الله تبارك الله، هذه الطريقة وتلك الفصاحة وتلك الكلمات الجميلة والمحفزة. ثم بعد ذلك دكتور سلطان عرف بأصحاب الأدوار، ثم انتقلنا إلى مفاجأة الدي تي ام محمد دشتي لجميع الحضور، ثم إلى ورشة التوست ماستر لينا كمال. وإحنا نهاية الاجتماع 9 ولا 9:30 دي تي ام محمد دشتي 9:30، إذا نحن ما زلنا أعتقد يعني على الوقت أو قريب من النهاية، تأخرنا كثيرا. في النهاية أقول لكم بأن اجتماعا كهذا له هيبته، له رونقه، له جماله، وأن أبحث عن خطأ في هذا الاجتماع، يعني نسيت كان في مثل في اللغة العربية ولكن لا يحضرني حاليا صراحة، راح عن بالي، ولكن في النهاية من المستحيل أن نجد في هذا الاجتماع عيبا أو خطأ يقلل من جماله. بارك الله فيكم جميعا، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، رايتكم بيضة. وعودة إليك عريف الاجتماع دكتور سلطان. أحسنت أحسنت أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة يعني نحن سعداء بهذا الألق وهذا التحليق بكل معنى الكلمة. عبد الله أنت صغير بالسن لكنك كبير بالقدر والوعي والجمال والتحليق. أنت شخصية محببة ذات كاريزما، بالتأكيد نحن هنا معا على 3 مراحل: أن نعي موهبتنا أولا، وأن نضع أيدينا عليها، ثم نعاملها كالليمونة التي نعصرها حتى لا يبقى إلا قشرتها. وهذا ما جئنا من أجله، وهذا ما فعلناه في هذا النادي منذ لحظة تأسيسه. الآن أترك المنصة لمدير منطقة 26، المنطقة 26، ورئيس نادي إليت وتعليمية إيزي ليرن تي أم منى القناعي، الإنسان الرائع المميز، لإعلان أسماء الفائزين. المايك معك. تفضل. شكرا لك دكتور سلطان، يعطيك العافية على هذا الترحيب الجميل. أرحب بالجميع، والحين نبدا معانا القرعه ونشوف. لحظه ما يطلع اسم يا استاذه. اللي ما يقول نعم موجود تروح القرعه اللي بعدها. يعني كم واحد اسمه؟ ما خبرتونا كم واحد فائز؟ 10. 5 عشان ابو مؤيد 10 خليهم. هنشوف منو اللي بيكون فايز معانا وبيبخر الكوتشنج محمد دشتي بجلساته الجميله. الاسامي موجوده مثل ما انتم شايفينها، انا راح اقلبها مره ثانيه عشان ما يكون في برد احط. بس استاذنك دي تي ام محمد، تفضلي على ايدك، لان انا مالي شغل بعدين يقول لا اختيار منى لا ومنى ايه. اختاري لون. شوف عندك الوردي الحين اللي فوق، برتقالي، وردي، رمادي، اخضر، كيفك؟ خلينا بالاخضر. بالاخضر تمام، خلينا نشوف. منى حبيبة قلبي الاخضر للقاع اخر واحدة. استاذ موسى بن سعيد البو سعدي. ايوه موجود. شكرا شكرا استاذ. اول واحد تحيه لاهل عمان.
الله يحييكم. شكرا. مبروك. الله يبارك فيكم. لا انا برد اسويها مره ثانيه. ايش الجائزة؟ انا بسحب البرتقال. سحب البرتقال. استاذ مهند داخل كدار. مين الموجود؟ استاذ مهند. استاذ مهند. اوه راحت عليه. راحت عليه. راحت عليه. الحين ابي رئيس النادي يختار. نعيمة؟ ايه معك. اي لون تبين؟ اي لون؟ اوكي الرمادي. الرمادي. عكست الصورة، كل الناس هتقول اكيد زهري بس قلت رمادي. يلا. استاذة زهراء علي البياض. الف مبروك. هل استاذة زهراء معنا؟ هي فيها تفتح المايك؟ اي حدا موجوده فيه؟ موجوده 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 تقدر صحيح. تفتح المايك. قالت موجوده. جميل. قالت موجوده. زهراء مبارك عليكي. مبروك عليك زهراء. يلا على الدكتور سلطان الله يختار. طبعا لانه هو الحين توني بقول اللي قدم لي هو الحين يختار. والله انا بصير عكس نعيمه اختار ما اختار تختاره النساء الفوشي هذا الوردي. اي ممتاز. اختار الوردي. بسم الله. استاذة هيفاء سعد آل طلحان. استاذة هيفاء. اي موجودة. اي موجودة. اي اي هيفاء سعد آل طلحان. يعطيك العافية. الله يبارك فيك ان شاء الله. كيف التواصل معلش معاكم يعني بخصوص الكوتشنج؟ دي سي ام محمد. ان شاء الله راح اخلي عندي سكرتارية راح توصلوا مع كل شخص تم الاختيار ان شاء الله وراح يحددوا معاكم الوقت المناسب. طيب معلش دكتور لو يرسلون على الايميل لان اوقات يكون جوالي مقفل فاحسن يجيني ايميل اشوف على طول. طيب احسن يعني حتى يجي تروح للدوام افتح على طول. طيب موجوده معلوماتكم وان شاء الله راح ادز للجميع. يعطيك العافيه. الف شكر. شكرا. منو حاب يكون معي ويختار؟ انا ابي يعني المرشده الحقيقيه اللي دلتني على الكوتشنج هي عارفه نفسها وتتكلم. ما ادري انا اختار كوتشنج لينا اذا هي حابه. اذا كنت هي تعنيها فانا ابيها ما ادري عاد. شكرا ربنا يخليكم تسلموا. الاجابات المتاحه موجود البرتقاني. أنا أتكلم ألبس مصري عاد سوري ها. البرتقالي والرمادي والوردي والأخضر. الأخضر أكيد. For sure. الأخضر عاد اللي بيطلع اسمه رح يدعي لك يا لينا. إذا طلع اسمي لك الهدية أستاذة لينا سامحك. مستنية. أستاذ أحمد عبد احمد طافش. هو انا هيدي نصيب ابو مؤيد. وهديتي للاستاذه لينا. انا مهديها من فلسطين الحبيبه للاستاذه لينا. هي جلسه كوتش يعني انت راح تستفيد منها. هي لينا اصلا كوتش. خلاص يا عمي اعتبريني معكم حياكم الله. مبروك اخوي احمد. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم وربنا يوفقكم ومن تقدم لتقدم مشكورين مشكورين. كذي خلصنا خمس اسماء. باقي واحد. باقي واحد. لا منى انت لازم تختاري. وين عائشه؟ انا. ها منو قال انا؟ استاذ عبد الله. انزين شوفوا هو من الالوان كلها ما حد اختار البرتقالي. ابتدي ما حد اختار البرتقالي فانا راح اكله. هو هذا البرتقالي خل اشوف الفرق. لا مو هذا. والله هذا تمام.
استاذ عبد الرحمن خليفة الكلباني. السلام عليكم، اسعد الله مساءكم جميعا، مبارك عليكم هذا الألق والتميز. شكرا شكرا لكم، عافية ومبروكين لكم، وأرد المايك للدكتور العزيز سلطان حريري. شكرا لأختنا الغالية الأستاذة منى على هذا يعني التقديم الجميل المحبب للقلب. قبل أن أنقل المنصة إلى رئيس الاجتماع، كون هذا الاجتماع لم يحدد فيه مدققا لغويا، بودي أن أشير إلى أربع كلمات أرجو ألا تستخدموها مطلقا. أول كلمة، كلمة تواجد. لا تستعملوا والله فلان متواجد ولا مش متواجد. التواجد من الوجد، والوجد يعني الحب المقترن بالحزن، يعني متواجد يعني محبوب وحزين. قولوا موجود ولا تقولوا متواجد، هذا واحد. الثاني، إدخال آل التعريف على كلمة غير. لا تدخل آل التعريف على غير، لا نقول الغير صحيح، نقول غير الصحيح، تدخل على المضاف إليه ولا ليس على غير. الأمر الثالث، استعمال كلمة طرق جمع لطريقة، وهذا خطأ فادح. جمع طريقة طرائق وليس طرق، طرق الإسفلت الذي نمشي عليه، انتبهوا لهذا. والكلمة الرابعة اللي بالأخير كلكم قلتموها، كلمة مبروك. مبروك لا تطلق في اللغة العربية إلا على الجمل البارك. الصحيح أن نقول مبارك، والمشكلة عند أخواننا في الخليج في الكويت بيقولوا مبارك عليك الشهر، يعني بيستعملوا مبارك، يا علا مبارك. بس لما يجوا بيقولوا مبروك للعريس مثلا، شمعنا ما تقولوا له مبارك يعني. فلا تستعملوا كلمة مبروك لأننا لسنا جمالا ولا إبلا. أي نعم صحيح. بودي في النهاية أيها الأحبة أن أقول، لأننا نؤمل أن عناصر النجاح ثلاثة، الرغبة والقدرة والفرصة، فقد كنا في هذا الاجتماع معكم لنصنع الفرصة ولنصطاد تلك الفرصة. إلى ألق آخر في اجتماعنا القادم، أترك اللاقط لرئيس الاجتماع. تحياتي لكم، وتخلصتوا من وجهي الآن. السلام عليكم. يا دكتور شو عم تحكي؟ سعدنا جميعاً 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 بكونك أجمل عريس. عريس؟ ما ملكت لات بالغلط. والله وقعك أستاذة نعيمة، وقعك صادق. أجمل عريف شفته بحياتي، متألق، وكيف لا وأنت يعني دكتور سلطان. يعجز لساني عن شكرك وشكر كل من حضر الدورة من الضيوف والأعضاء. وبحب أتقدم بشغلة كتير بسيطة مش من قيمتكم لمقدمي الورش وأصحاب الأدوار في هذا الاجتماع المتألق. أول شهادة للكوتش الشخصي تبعي اللي كتير سمعتني في يوم من الأيام، واللي كتير غيرت من شخصيتي وأضافت لي الكثير. تعلمت معها معنى حب الذات، معنى الثقة بالنفس الحقيقية. مارست هذه الشيء بالتوست ماستر، البيئة الإيجابية الداعمة المحفزة اللي عطتني كتير إشياء، والحمد لله طلعت بنتيجة جميلة وهي وقوفي على هذه المنصة بكل ثقة. ماستر لينا كمال، شكراً لاندمامك معنا، وشكراً لتقديمك هاي الورشة الجميلة جداً. تقبلي من مركز إيزي ليرن هالشهادة، تقدير وشكر لك. والشهادة الثانية إلى أختي وحبيبتي عائشة الناجم، لأول ما بلغتها بفكرة النادي كانت الثنائي الملازم لي في كل خطوة ومفكرة معي. حبيتها بدون ما أشوف وشها، ولما شفت وشها حبيتها أكثر. عائشة الناجم لك مني كل التحايا وأطيب الأمنيات. تقبلي من مركز إيزي ليرن هذه الشهادة البسيطة تقديراً على مجهوداتك اليوم وروعة حضورك وتحفيزك وإيجابيتك. الشهادة الثالثة قدمها لصديقتي صديقة الورد اللي قدمت لي اليوم ورد وفاجأتني فيه. صديقة ولدتها لي الأيام، سبحان الله، رب أخ لم تلده أمك ولكن ولدته لك الأيام. مدير منطقة 26 وهي رئيس النادي إيليت التي أنا يعني الذي أنا علاقات عامة فيه، وتعليمية إيزلير منى القناعي، لك مني كل التحايا على مساعدتك اليوم كأدمن
بالجروب. شكرا لك وشكرا لتواضعك الجميل جدا، عاجزة جدا عن شكري لك صديقتي الغالية، صاحبة أجمل ابتسامة عنا بالتوست ماستر، وإحنا شو نسميها سفيرة السعادة، دائما تدخل سعادة على أعضائها، وبتمنى أني أحتذي حذوها في هذا النادي أيضا. شكرا شكرا نعيمة، بس بما أن أنت حطيتي اسمي فعطيني دقيقة أقول لك بعض الكلمات. تفضلي. شكرا من القلب على هذا التقدير، إن شاء الله اجتماع كان في منتهى الروعة والإبداع والتعليم، وبقول إن شاء الله بس المدقق الدكتور سلطان ما يدقق وايد مع كلامي ويسمح لي، يعني أتمنى إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلبي به صفاء الحب تعبيرا، فأنتم كنز لحياتنا، ومن قلب أختي نعيمة بلا ثقل ولا ملل نحن داعمين لك وبقوة، لقد تركت بجانب الجميع بكل أوقاتهم تتحملينهم في ضيق كلامهم وتصرفاتهم، ويا اليوم اللي احنا نرد لك هذه الأوقات السعيدة اللي حملتيها لنا في قلوبنا. عسى نادي مبارك لك بنتي أم محمد، وطبعا لجميع المؤسسين والأعضاء اللي ما شاء الله مدرمين من الفطاحلة، كل التوفيق، وأتمنى لكم كل السعادة وكل النجاح، وأنا جدا جدا سعيدة بهذا النجاح وهذا التألق وهذا الإبداع من اللي شفته اليوم. عليكم بألف عافية، وسموحة دكتور سلطان على تعبيري الكويتي. لا خذي راحتك، خذي راحتك مسموح. الله يسعدك دكتور سلطان، شكرا لك، شكرا لكرمك. أنا حابة أقول كلمة يا جماعة، كتير سهل إنه نلاقي حدا يزعل معنا ويبكي معنا، صدقوني كتير فيه، لأنه إحنا الشعب أغلبنا دراما، بس كتير قليل وصعب إنه تلاقي إنسان يفرح لفرحك ويكون مساندك وفخور فيك كتير، وهذا الشيء لمسته جدا من منى القناعي، لك مني كل التحايا، وصادقة جدا هذه التحايا، ولمسته أيضا من رئيس نادي التميز الذي أنتمي له وبقوة، وطلعت من محطة الديتاك منه أختي رنا علوش بهدية كمان عبر هذه المنصة، كل التحايا والتقدير على تقديرها إلي، ولأختي غادة تاج الملوك، كثير من الناس وقفوا معي، حسيت بالوقفة، حسيت بالافتخار، حسيت بالانتماء. هاي التوست ماستر هو عن جد البيئة اللي إذا عم تدور على أصدقاء حقيقيين صدقني حتلاقيهم هون، بس يكون نيتك صافية ولله. والآن أنتقل إلى الشهادة التالية لأخي سندي وعددي، وأفتخر جداً إنه اشتغلنا مع بعض بمركز العلاقات العامة، دائماً لما بتصل عليه بقول له طارق، بيقول لي تم، قبل ما يعرف شو بدي بيقول لي حاضر، بسمعه بيسمع لي، نتطور مع بعض، نحن فعلاً إيد واحدة دائماً بكل الشغل. رح تلاقي نعيمة اسمه مرتبط بطارق القاضي، لك مني أخي طارق كل التحايا والتقدير والمحبة والاحترام بكل محطات نجاحاتي، كنت يعني أنت الشريك والداعم لي دائماً بكلامك وعطائك. شكرا لك طارق، هذه شهادة بسيطة في حقك صراحة. شكرك، أشكرك يا أستاذ نعيمة، أشكر الجميع، وشكرا بجد على الدعوة الكريمة على النادي الرائع، بارك لكم لافتتاح النادي، وبارك للدي تي ام محمد دشتي، وطبعا سعدت جدا بوجود الكوكبة يعني الرائعة من الناس اللي موجودين، كوتش لينا يعني يمكن ما صادفش بيا اللقاء بيها الا مره واحده في اجتماعات التوست ماستر في اللايف، ومن بعدها يعني ايه حصل ان هي يمكن بقى ايش يعني الله يعني الله يزيدها ان شاء الله من العلم، وابتدت ان هي تباشر الدراسه بتاعتها بره. التوست ماستر عائشه النجم من من المحنه جعلت لنا منحه، وتجمعنا من جميع أقطار الدول العربية في هذا المكان وعبر المنصة الإلكترونية، تعرفنا على جميع الناس من جميع الأقطار العربية وتجمعنا، وكانت فعلا العروبة التوست ماستر فعلا جمع العرب كلهم في منصة التوست ماستر. شكرا لكم جميعا، وشكرا دي تي ام محمد دشتي، شكرا لك يا أستاذ نعيمة، وإليك المنصة. حياك خي طارق. أنا ممكن أهديك إهداء بسيط؟ طبعا
هو مو بيدرج بس صراحة يعني مثل ما أنت بتهديني شهادة أنا حابة أهديك هذه الصورة. طلعت ولا ما طلعت؟ لا لسه حاولي. تمام. مو هو أنا من شوي وأنا قاعد أحاول أحطها بس الحين بحاول مرة ثانية. حاول مرة أخرى. نعم. محاولة أخرى. بنتنا حوراء مش موجودة ولا موجودة؟ I think إنها مو موجودة. والحين ما طلع بعد ما طلعت. أوكي طلعت شكرا. أنا صدتك هالصورتين بما إنك قلت بالاجتماع قلت لازم أصيدك. شكرا منى شكرا لك والله شكرا ممتنة ممتنة لجمال قلبك جميلتي. حبيبتي ألف مبروك. الله يديم المعزة الله يديم الاحترام الله يديم المودة بيناتنا والمعروف. اللهم في عنا بنت اكتشفنا موهبتها صدفة عم نسمعها بالخطب الارتجالية. أستاذي وأخي محمد دشتي قال هالبنت إلى مستقبل ورح أكون يعني ممتن لو هي قبلت تكون رئيس نادي إيزي جافل القادم بإذن الله. ولادة إيزي جافل إن شاء الله قادمة بالقريب وهي أستاذة حوراء ميرزا عمرها 15 سنة بس فعلاً تلفتك وبتشد انتباهك من أول ما أنه تسمع صوتها. شكراً لك حوراء دائماً متواجدة في القلب وعم خلص عم نأسسها لتطلع لفوق وهي ما شاء الله قد حالة وقدود. شكراً لك حوراء هذه شهادة بسيطة مقدمة من مركز إيزي لير. والآن شهادة إلى فخر الرئاسة والرئاسة الفخرية اللي ما عجبته ما بعرف ليه اللي ما فينا نعمل شيء بلا استشارته هو دكتور سلطان الحريري. أعرفه منذ سنوات عدة جمعتني معه كثير من الجمعيات التطوعية كان دائماً لأي شيء يخدم وطني. أنا ودكتور سلطان من نفس الوطن الله يهدي يعني بالنا كلياتنا على أوطاننا. إلى العزيز الغالي الأب الروحي الداعم لكل الشباب العربية في الكتابة صاحب التحفيز والهمة العالية دكتور سلطان الحريري لك مني كل التقدير والاحترام والامتنان على قبولك وتفضلك بأنك تكون عضو معنا. أنا الذي أتشرف والله يا نعيمة بوجودي في هذا النادي مع كوكبة مميزة والحقيقة يعني نحن أصحاب رسالات وأنت منهم وكل من وجد في هذا النادي من أصحاب الرسالات. نحن يجب أن نؤدي رسالتنا على أكمل وجه وهذا موقعنا. ويعني أنا لا أستحق الشكر لكن ما إذا أتى الشكر منكم فأنا أتقبله بصدر رحب. شكرا لك يا نعيمة وشكرا لكل حاضر لهذا الاجتماع. شكرا بارك الله فيكم. خيي ذو الشخصية دائما بيقول أنا صغير بالسن. أنا مش عارفة ليش هو دائما بيقولنا أنه هيك عمري يعني مش عارفة هو عم يدور على عروس بهيدا العمر أو شيء ما بعرف صراحة. خفيف الظل دغري بيلفتك يعني أي اجتماع بتحضره لازم يلفتك رونق كلماته الرنانة جميل الروح جميل الظل. أنا ممتنة لوجودك معنا بهيدا النادي. أنت يعني مهم 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 وجودك مثلك مثل دكتور سلطان مثل أخي محمد دشتي مثل أختي لينا مثل أختي عايشة كل واحد فينا مهم. شكرا لوجودك معنا أخي عبد الله حمدان يعطيك العافية. هذه شهادة بسيطة مقدمة من مركز إيزيلير كل التحايا لمركز إيزيلير الداعم الرسمي لهذا النادي. شكرا شكرا جزيلا لك نعيمة يعطيك العافية وبارك الله فيك. لا هي فكرة الصغر هذه لها قصة ثانية بعدين إن شاء الله في مرات قادمة أقول لكم إياها. يعطيكم العافية. بالعكس أنا فخور أن أكون بين ثلة من المبدعين والرائعين يعني وأن أقارن أنا بأستاذ محمد دشتي والدكتور سلطان يعني هذا شرف لا أستحقه. بس يعطيك العافية وبارك الله فيك. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. شكرا لمدير الوقت الداعمة المبدعة جدا المحفزة الملهمة التي سننتظرها إن شاء الله قريبا في ورشة قريبة أختي الأستاذة حليمة العكاسي لك مني كل التحايا وأطيب الأمنيات. شكرا لوجودك حليمة. هل هي موجودة عشان ما أقول متواجدة؟ وأخيرا وليس آخرا أستاذ طلال سالم كنت أحد متابعينه على السوشيال ميديا. هو مدرب متميز جداً ذو خامة صوت رهيبة وإحساس رهيب وصاحب رسالة مثل ما قال دكتور سلطان اللي جمعنا نحن مع بعض إنه كلياتنا أصحاب رسالات. بتمنى
إنه نعيمة كلش وهذا النادي والفريق اللي اخترناه بعناية فائقة يقدر يوصل الرسائل الإيجابية للمجتمع، لمجتمع أكثر إيجابية ولسنوات إن شاء الله أفخر وأفخم وأفخم. لك مني كل التحايا أستاذي طلال سالم على وجودك بيننا، فأنت أصلاً مميز بدون ما حدا يحكي عنك كلمتين، مو محتاج، اسمك لحاله علم بمدينة خلينا نقول الإيجابية في العالم وتوصيل الرسائل الإيجابية. شكراً لكم أحبتي جميعاً، شكراً لجميع الحضور، أعلن انتهاء الاجتماع رسمياً. الله يعطيكم العافية وألف مبارك لنا جميعاً، موفقين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نفتح باب أي حدا حابب يحكي كلمة عن